طيب، صباح الخير جميعا. إن صباح شاء الخير. الله بدنا نحكي اليوم عن موضوع الويب ديفلوبمنت، وخصوصا بموضوع الجانجو فريم ورك، يلي هي فريم ورك مبنية لبناء الويب ديفلوبمنت ابليكيشنز باستخدام البايثون. مثل ما عرفت عن حالي امبارح، اسمي حسان حمود، انا خريج كمبيوتر ساينس من الجامعة الايو. within 3 weeks ان شاء الله. اوكي، سو بالدوره اساسا نحن غرض الدوره انه نحكي عن موضوع الجانجو، بس حنصادف بطريقنا كثير مواضيع مهمه بالويب ديفلوبمنت يلي بلاقي انه في اهميه انه لازم نحكي عنها. انا رح احكي عنها، ححاول قدر الامكان خلي الدوره يعني مفهومه لحتى لحدا مبتدئ بمجال الديفلوبمنت او البروجرامينج. كرمال هيك، اول شيء خليني اعمل شير لماي سكرين. اوكي، سو اول شيء بدنا نحكي كنا عن موضوع الويب ديفلوبمنت. قبل ما نفوت باي تفاصيل، خلينا نعرف بالاساس شو هو الويب وشو هو الويب ديفلوبمنت. تمام، طيب حدا هون ممكن يساعدنا ويقلنا شو هي الويب ديفلوبمنت؟ شو يا عبد الكريم؟ عبد الكريم عم بيواجه مشاكل الانترنت. تمام، استاذ حسن، شو رايك تعطينا مقدمه بسيطه كثير عن الويب او الويب ديفلوبمنت؟ صراحة هلا اليوم أنا تلميذ. اوكي، طيب لا لا بقدر ساعد أكيد، يعني بقدر ساعدك. الويب ديفلوبمنت هي بتعمل ويب سايت وويب أبلكيشن، طبعا غير عن ديسكتوب أبلكيشن. يعني تجي تعمل انستول للسوفت وير على الكمبيوتر، بيكون هو هوستد محل شي محل أونلاين. نحن بنعمل اكسس عليه عن طريق البراوزر، كلياتنا فايتين على ويب سايتس وهيك أساس. يعني رح نتعلم كيف نعمل ويب سايت بعتقد، او يمكن باك اند ويب اي بي اي، ما بعرف اذا رح نفوت بالفرونت اند. تمام، لكن مثل ما قال الأستاذ حسن، الويب ديفلوبمنت هي عملية إنشاء بأصغر المينيموم ويب سايت أو ويب بيج وحدة، صفحة وحدة، وبتوصل معنا ل very complex web applications يلي حيكونوا hosted online على servers معينين، وكلياتنا بنقدر نوصل لهم بس بيلزمنا شبكة إنترنت وويب براوزر. تمام، طب عم نقول انه حيكون الابلكيشن تبعتنا موجوده على سيرفر. خلينا بالاساس بس نعرف شو هو السيرفر. طيب هلا انا عندي كمبيوتر يلي هو هون. اوكي، نحن عندنا فكره جميعا انه السيرفر هو يمكن كمبيوتر خارق موجود بمكان بعيد كتير عنا، وهو مطلوب منه انه يعطينا الملفات اللي بنطلبها نحن. بكل بساطة السيرفر هو أبسط بكتير من هيك. السيرفر هو كمبيوتر وكمبيوترك وحيلا كمبيوتر، هو بغض النظر عن الهاردوير المستعمل، السيرفر فينا نعتبره قطعة سوفت وير. طيب هيدي السوفت وير أيمت بترتقي لحتى تكون سيرفر؟ بترتقي لحتى تكون سيرفر بس ينطبق عليها عدة شروط. أولاً إنه هيدا السيرفر لازم يكون عم يسمعنا، يعني عم يسمعنا يعني ناطر، يعني هو ما بيجي بيتوصل معنا لحاله، لا هو بينطر. طيب لما بده ينطر على بورت معين. هلا بنشوف كمان شو معنى بورت. تمام، لكن السيرفر عم يسمع is listening على specific port. شو عم يسمع السيرفر؟ بده يسمع request، بده يسمع انا بدي احكي معه، غيري بده يحكي معه، وكلياتنا فينا نحكي معه ونطلب منه اشياء. تمام، لكن نحن عم نطلب من السيرفر request. لما بدنا نطلبه من السيرفر request، السيرفر مطلوب منه يرد لي response. شو معنى انت رد لي ريسبونس؟ يعني انا وقت اللي بدي اطلب من الجارسون يجيب لي صحن معين، هو بده يجيب لي نفس الصحن، يعني بده يجيب لي نفس الريسورس اللي انا طلبته. تمام لهلا؟ تمام. تمام، طيب خلينا بس بركي بنعمل شيء اكزامبل بسيط.
اوكي، اذا بنفتح البراوزر هون، شو بيصير لما انا بدي اجي اكتب هون حيلا لينك؟ لما بدي اكتب فور اكزامبل linkedin.com او فيسبوك او حيلا شيء، اللي عم بيصير هون اني انا عم بكتب اسم، عم بكتب اسم دومين نيم بنسميه، هيدا الدومين نيم بده يروح على الانترنت، بده يروح عند دي ان اس، بده يروح عند سيرفر شغلته يفكك هيدا النيم ويجيب لي الاي بي ادرس تبعه. طيب شو هو الاي بي ادرس؟ كمان باختصار شديد الاي بي ادرس هو عنوان لك حيلا حدا فينا على الانترنت او داخل الشبكه المنزليه فور اكزامبل بالبيت. سو حيلا حدا منا عنده اي بي ادرس موصول فيه على الانترنت، حتى نورجيكم شو الاي بي ادرس تبعي فور اكزامبل. فينا نفوت على حيلا ويب سايت، غير اذا بدنا نفوت على السيتنجز، هون بيبين عندي هيدا الاي بي تبعي على الانترنت، يعني وين ما كان بكل الدنيا هيدا هو الاي بي تبعي. اذا بدكم تتواصلوا مع كمبيوتري تتواصلوا على هيدا اللينك، على هيدا الادرس. طيب انا عندي هيدا الادرس المعين، تمام. هسه شو ناقصني لحتى يصير كمبيوتري سيرفر؟ ناقصني بعد انه يعملكم بلوك، فانا لازم خلي الكمبيوتر تبعي يكون listening عم يتسمع، وبدي اعطيه بورت معين، يعني انتم حتى اذا فتوا على هذا الاي بي انتم مع اي برنامج عندي بدكم تتواصلوا، يعني مين اللي بده يستلم موضوع انه يعطيكم اللي بدكم اياه، فهذا كمان اسمه بورت ادرس، كمان حنشوفه اكثر هلا. تمام، حتى هات لنعطي اكزامبل بسيط عن السيرفرز. اوكي طيب خليني اعمل ويب سيرفر صغير. عم يفصل هيدا، اوكي تمام. سو يعني طيب خليني افتح صفحة HTML كتير صغيرة سميها، اكتب بقلبها I am حسان، تمام لهلأ. طيب هيدا الفايل موجود عندي هون على الديسكتوب، حدا بيعرف هيدي كيف فيني اخفيها؟ اوكي اوكي عندي على الديسكتوب انا في فولدر اسمه حسان، عندي فايل اسمه hi.html. طيب اذا بدي اعمل سيرفر لهيدا ال HTML فايل، ابسط سيرفر ممكن نستعمله، فينا نستعمل بايثون سيرفر. اوكي في شيء غريب عم بيصير. اوكي هلا ما انا بعمل هيدا الكوماند فتح لي عم بيقول لي سيرفينج اتش تي تي بي على البورت 8000. طيب اذا بدي اجي لهون وقل له 0.0.0.0 البورت 8000، البورت 8000 عم تصل الكيبورد عندي. اوكي عم تسمعوني يا شباب؟ ايه عم نسمعك. عم نسمعك. صلت السماعات يمكن يكون منهم. 0.0 بروح على البورت 8000 وبيجي بيقول لي ما في فايل، انه ما لقى شيء، بيجي بيقول له خذني على الهاي دوت اتش تي ام ال، مش الحال لقاني. طيب شو اللي عم بيصير هون؟ خلينا نعطي اكزامبل كثير بسيط. وقت اللي بنكون
خلينا نعتبر انه عبد الكريم موظف بشركة الالفا واستاذ حسن موظف بنفس الشركة وكل واحد على مكتب. وقت اللي انا بدي احكي مع الكول سنتر، بدي احكي مع استاذ حسن او مع عبد الكريم، اول شيء بدي اعمله انه بدي اوصل للكول سنتر. خلينا نعتبر انه هيدا الدومين نيم او الهوست نيم، انا بقدر اوصل لشركة الالفا للكول سنتر. تمام، بيبقى عندنا الاكستنشن، الاكستنشن نمبر، يعني انا كيف بدي اوصل لعند عبد الكريم منه لعند الاستاذ حسن، بدي دق الاكستنشن تبعيته صح. خلينا نعتبر البورت نمبر كانه اكستنشن، بس دق الهوست ادريس مع الاكستنشن المزبوط بيوصلني لعند الاستاذ حسن. تمام، هلا الاستاذ حسن وعبد الكريم اثنيناتهم بنعتبرهم انه عم يحكوا بنفس اللغه، وهيدي اللغه اسمها ال HTTP. ال HTTP يلي هو الهايبر تكست بروتوكول، يلي هو فعليا بكل بساطه هذا المبني عليه الويب بدون تعقيدات، هي مبنيه على التكست. كيف سيرفر، انا بحكي مع الاستاذ حسن وانا بعرف الاستاذ حسن حيعطيني تكست، حيعطيني تكست بصيغه معينه بهيدرز معينين، بس هو بالنهايه عم يعطيني تكست. تمام، طيب هذا اللي بيميزنا عن بروتوكول تانيين مثل ال FTP اللي هو بروتوكول لنقل الفايلات وهيك. فكل واحدة من هدول بنعتبرهم لغة. أستاذ عبد الكريم، وأستاذ حسن، كل واحد عم بيحكي معي وعم يعطيني البدية على كل واحد على بورت معين. أوكي، وعم يحكوا معي بلغة ال HTTP. ال HTTP اتفقنا هي البروتوكول المستعمل بالويب حالياً. فأنا بطلب من الأستاذ حسن يعطيني الـ high.html file، والأستاذ حسن بيرد لي إياها مثل ما أنا طلبتها بالضبط. لهون مشي حال السيرفرز معكم؟ تمام، بس عندي سؤال. تفضل. وقت اللي شغلت السيرفر Python-M وبياخد الدايركتوري الويب أبليكيشن والدايركتوري اللي أنت واقف فيه صح؟ صح 100%. حلو شغل يا عز، بدي هلا انا فيني شغل عندي ويب سيرفر، اذا عندي ويب سايت فيني شغل ويب سيرفر 100%، فيك تشغل كذا ويب سيرفر، هذا ابسط ويب سيرفر فيك تشغله. خلينا نفتح ويب سيرفر ثاني، خلينا نعتبر انه هون عندي، نفتح نفتح مكتب لحسن لعبد الكريم. اوكي الزوم عم بيأثر على الكيبورد، ماني عارفين ليش. اوكي، فعبد الكريم هلا كمان عنده فايل خاص فيه. خلينا هون نرجع نفتح السيرفر العادي على البورت 8000، خلينا بس نسمي هيدي اندكس. اوكي، هلا اذا فتحنا السيرفر العادي بنيجي على البورت 8000، فتح لي انا حسين. طيب خلي عبد الكريم بدنا نفتح له مكتب خاص فيه، بس بدنا نعطيه اكستنشن ثاني بدل 8000، خلينا نعطيه 8001. وقت اللي بنعطيه ل البورت 8001 0.0، بس بدي احط كل هذه بفولدر، كان المفروض البورت عفوا 8001. اوكي، لما بفتح الوحدة الثانية، بس كان لازم احطها بفولدر مختلف. بكل الأحوال خلينا نعملها. وقت ما بنحدد له أي فايل بدنا نفتح، هو لحاله حيبرم على index.html ويفتح لي إياه. فانا هلا خليني اروح على الديسكتوب، على فولدر حسين، فولدر عبد. اوكي، وان بدي افتح السيرفر على البورت 8001. تمام، لما عم بفتح البورت 8000 عم يفتح لي انا حسين، وقت اللي بدي افتح البورت 8001 شو عم يفتح لي؟ انا عبد. فانا هلا عندي اثنين سيرفرز، لتشوفوا انه الكمبيوتر تبعنا بيقدر يفتح عدد كتير كبير من السيرفرز، حوالي 6000 وشوي بعدد البورز، او 8000 وشوي بعدد البورتس اللي فينا نفتحهم. ف لا يعني وقت اللي بدي اطلب شيء من حيالله سيرفر، انا بيهمني عنوانه
وبيهمني البورت او الاكستنشن تبعيته، وبيرجع بيهمني الباث يلي انا بدي اطلب فيه الاغراض تبعيتي. بكل بساطه هيدي هي هيدا هو السيرفر. وبس شغلي لذيذة حتى لو مش كتير مطلوبة عنا، يلي هي انه استاذ حسن وعبد الكريم اتنينتون عم بيحكوا معنا بالكول سنتر. اعتبروا استاذ حسن عم يحكي الماني وعبد الكريم عم يحكي انجليزي، فكل واحد عم يحكي ببروتوكول معين. فينا نعتبر الاستاذ حسن عم يحكي بالHTTP وعبد الكريم عم يحكي بالFTP for example، فكل واحد عم يحكي لغة. بس مع هيك اثنينتون عم يحكوا عبر التليفون، فهذا الطريقة اللي عم يحكوا فيها اللي هي مسمية الترانسبورت لاير بالنتورك هي التليفون فور اكزامبل. ف يعني هو هذه الشيرد كوم بتوين اول سيرفرز. تمام لهلا؟ تمام اوكي. يلي هو فعليا نحن عم نستعمل كترانسبورت لاير بالنتورك عنا بنستعمل تي سي بي، ما حفوت بتفاصيل اكثر. يلي هو بس انه بيطلب الكلاينت بيطلب من الهوست بيحكي معه مثل بيعمل هاند شيك، بيعمل مصافحه، السيرفر بيتاكد انه الكلاينت كونكتد تمام، وبصير بيبعث له الريسبونس على شكل باكيتس، يعني بيقسم له الريسبونس على شكل كذا حزمه وبيقول له بالضبط انت بترتبهم بالطريقه الفلانيه وهيدي قبل هيدي، وهيك بتركبهم مع بعض ليصير عندك الويب بيج تبعتك كامل. اوكي هيدي تي سي بي. في فرق صغير بينه وبين اليو دي بي كمان ما حنفوت فيها هلا حاليا. بعتقد هيك مفروض يكون صار عندنا نولج اساسيه بموضوع السيرفرز، لانه في مشكله انه اغلب الخريجين او حتى الديفلوبرز بيكون صار لهم عندهم سنين خبره وما كتير بيعرفوا شو يعني سيرفر او ويب سيرفر او بروتوكول او هال او هيك. اوكي خلينا نرجع للبرزنتيشن تبعتنا. تمام اوكي. كنا عم نحكي شو اللي بيصير وقت اللي انا بكون بالبيت وبحط لينك بالبراوزر لحتى فوت على ويب سايت. خلينا نشوف. اوكي اول شيء بنفوت نحن على البراوزر تبعنا وبنحط اللينك، صح؟ هيدا بنسميه اليو ار ال، بنحطه بالبراوزر. البراوزر شو بيعمل بعدين؟ بيبعت ريكويست على شكل حزمي او باكيت مثل ما اتفقنا، وبيقول له بالضبط الاي بي ادرس اللي انا بدي اروح له. هو هون مقفين خطوه، نحن بنبعت الدومين نيم والدوم الدي ان اس بيعطينا الاي بي، والاي بي نحن بنرجع بنبعته للانترنت. على الانترنت بنقول له انا بدي اوصل على كمبيوتر الاستاذ فادي فور اكزامبل، بيجي على الانترنت معروف كل اي بي ادرس وين كيف بيقدر نوصل له، هيدي بنسميها راوتينج. الريكوست فعليا بينبعت بشرطان حتى لو نحن عم نستعمل واي فاي، بالنهايه بدها تملأ الريكوست تبعنا بشرطان. استاذ حسين بس الاي بي غلط، بس هيك اكزامبل اكيد لانه ما في اي بي. ايه ايه اكيد. ايه اوكي ما في مشكله. ايه صح. لا ايه اوكي لانه هذا 789. تمام. سو لما ببعت الريكوست تبعي بتنبعت عبر الشرطان، يعني مين الوسيط تبعي اللي عطيني الانترنت اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر، بيستلم الريكوست تبعي وبيعمل له فورورد ببلش على الانترنت. وقت اللي بيصير على الببليك انترنت بينعمل لي ريراوت وبياخذني على السيرفر اللي انا بدي اياه، باعتبار انه الاي بي مثل ما اتفقنا هو العنوان اللي انا بدي اوصل له. ووقت اللي الريكوست تبعي بيوصل للسيرفر بيوصلنا للفيسبوك دوت كوم. الفيسبوك دوت كوم هلا شو بتعمل؟ بدها تبعت لي الريسبونس اللي انا كان بدي اياه، بدها تبعت لي الويب سايت. طيب حجم الصفحه ممكن يكون كثير كبير فما بينبعت بباكت وحده، الباكت ما بتساع كثير، فالفيسبوك دوت كوم او البروتوكول فعليا بيقسم لي الريسبونس لكذا باكت. الباكت بيوصلوني يمكن من عده محلات، بيعرفوا الاي بي ادرس تبعي، الاي بي ادرس يلي طلب الريكوست. اوكي وترجع بيوصلوني الباكتس وحده وحده بترتيب غير معروف، ويمكن كل وحده بتسلك طريق معين، بيوصلوا لعندي على الاي بي ادرس تبعي على الكمبيوتر تبعي، على الكمبيوتر تبعي زائد على البورت تبعي. فعليا ديفولت بورت هو الويب بورت يلي هو 80. لما ببعت ريكوست من البراوزر فعليا انا بكون listening على البورت 80.
اوكي بس يوصلوني الباكتس لعندي، البراوزر تبعي بيعرف كيف بيرجع بيجمعهم كلياتهم وبيعرض لي البيج يلي هي بدي اياها. هيدي العمليه اللي كتير طويله يلي راحت على الدي ان اس ورجعت جابت لي الاي بي وبرجع من الاي بي بعتها لعند السيرفيس بروفايدر الانترنت، برجع من هنيك اعمل لي فورورد على الانترنت يلي وصلني على السيرفر اللي بدي اياه ورد لي ريسبونس على شكل باكتس وتجمعوا عندي. هيدي العمليه كلها بتصير بسرعه كتير كبيره، حتى ايام نحن ما بننتبه لها، بس هلا صار فينا نعرف اكثر كيف عم بتصير العمليه. هي بان هي منا السحر، هي يعني في بروتوكول معين عم ينشغل عليه متفقين عليه بيننا وبين السيرفرز. بس استاذ حسان بس لو سمحت، بس لانه انت هلا عم تشغل بروتوكول HTTP اكيد. اكيد هو TCP يعني، ما في راوتينج من كذا محل على كونكشن وحده، لو كانت داتا اكثر من المطلوب بيبعتها بس على نفس الكونكشن. بس كيف مش انه بس لو UDP معك عم توصل من كذا طريق. مظبوط، هذا الفرق بين TCP وUDP. بس انا كنت شغل HTTP هي TCP، عرفتي؟ بس هيك مظبوط. عفوا ولا يهمك. فالاستاذ فادي عم يوضح لنا بس فرق بسيط بين TCP اللي اعتبرناه ترانسبورت لاير يلي هو فعليا الطريقه اللي عم تنقل فيها الباكيت الثابته. في فرق بسيط بين TCP واليودبي اللي هي كيف تتقسم الباكيت، واليودبي يعتبر مثلا اسرع من TCP بس اليودبي مش مامن، يعني TCP ما بيبعث لك اغراضك الا ما يتاكد انك كونكتد، بينما اليودبي مثل بيشلح الباكيت بيوصله. انا حسام ما كنت عم بوضح اليودبي والTCP، بس عم بقول بما انه انت عم تشرح ريكوست HTTP هي TCP اجباري حكما يعني، بس هيك تمام. مظبوط مظبوط تمام. طيب هيدي هي فعليا كيف نحن بنتعاطى مع السيرفر وين ما كان السيرفر. طيب في بس شغله بعد ما فتنا فيها يلي هي كنا عم نحكي بدنا نتعلم فول ستاك ويب ديفلوبمنت. شو بنعني بالفول ستاك ويب ديفلوبمنت؟ تمام، وقت اللي منفوت على facebook.com او instagram.com لحنا بيبين عنا شيء، هيدا الشيء اللي عنا يعني الاشكال والرموز والفأسات والصور كيف معروضة وهيك، هيدي منسميها الفرونت اند او الكلاينت سايد، يعني هيدي الجهة من عندك انت هي مسؤولة عن انها تعرض لك الاشياء. اوكي تمام. طب شو دور الباك اند؟ الباك اند دوره انه هو يقرر شو لازم يعرض لك. وقت اللي انا وقت اللي انا فور اكزامبل فوت على linkedin.com، ليش طلع اسم حسان ما طلع اسم مثلا استاذ حسن، او ما طلع اسم استاذ فادي او عبد الكريم او يوسف؟ مين اللي قرر انه هذا حسان؟ اللي قرر انه هذا حسان هو الباك اند، يعني هو اللي فهم مين اللي عم يحكي معي انا هلا، ويلي هو تواصل مع الداتا بيز معي، يعني هو ردلي معلوماتي الخاصة فيني، ردلي البوستات اللي بتبين عندي وما لازم تبين عند غيري، والنوتيفيكيشن تابولي وهيك. اوكي فهيدي شغلة مين؟ هيدي شغلة الباك اند. اوكي مثل ما هون قايلين الفرونت اند هو شو بيشوفه اليوزر على الويب سايت، والباك اند هو اللي بيقرر شو لازم نحن نعطي للفرونت اند. اوكي الفرونت اند ما حنركز فيه كتير بالدوره تبعتنا، بس فعليا هو بيتمركز حول ثلاثه تكنولوجيز، عندنا ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. ممكن نسمع عن اشياء تانية بالفرونت اند مثل jQuery, Bootstrap, React, Angular, Vue.js، شو ما كان هدول كلياتهم. اوكي نقدر نبرمج فيهم فرونت اند، بس بالنهايه هن معمولين بالجافا سكريبت او بال HTML او بال CSS. اوكي فهدول هن العصب الاساسي للفرونت اند. كمان ما حنفوت بهدول المعلومات، مفروض يكونوا اوريدي يعني معروفين عنا. طيب نحن بدنا نركز شوي هون اكثر على الباك اند. الباك اند بيتقسم لثلاثه كومبوننتس، عندنا لغه البرمجه اللي عم نشتغل عليها. اوكي هي تكون بايثون، PHP، شو اسمه دوت نت، شو ما كان. في عنا الفريمورك يمكن تعتبر دوت نت، ماني متأكد. اوكي وفي عنا الداتابيز اللي بدنا نستعملها. طيب عنا PHP, Node.js, Ruby, Rails, Java, Python، هدول كلياتهم لغات برمجة. اوكي هلا فينا ننقي حيلا وحدة منهم، وحيلا وحدة منهم عندها كذا
framework اللي هي بيئة عمل. اوكي نحن حنستعمل البايثون كلغة، حنستعمل الجانجو كفريمورك، وحنستعمل السيكوال لايت كداتابيز. اوكي البايثون حنعرفها شوي. البايثون لغة برمجة بسيطة كتير، مبنية على اساس انه الكود لازم يكون مفهوم، قريب كتير للغة البشرية المحكية. في عنا الجانجو، الجانجو هي اشهر فريمورك مبنية بالبايثون للويب ديفلوبمنت. في غيرها في عنا الفاست اي بي اي، في عنا الفلاسك. طيب وفينا نعمل ويب ابلكيشن بدون ما نستعمل ولا فريمورك، فينا نعمل ويب ابلكيشن بدون ما نستعمل ولا فريمورك. فليش بنستعمل الفريموركس؟ بنستعمل الفريمورك لانه مثل بتحطنا بتعطينا اشياء، يعني بتسهل علينا الشغل، بتعطينا اشياء بدل ما نحن نرجع نخترع الدولاب، بتعطينا دوليب جاهزه، بتعطينا هيكل جاهز. نحن بيبقى لنا مثلا بس نركب الموتير وهالاشياء يعني، واللوجيك نحن بنركب اللوجيك على الطريقه اللي بدنا اياها. سيكول لايت ابسط داتابيز ممكن تشوفوها، هيدي ما نكون بحاجه انكم تفتحوا سيرفر للداتابيز، بالنهايه بتنكتب بفايلات وانتم بس تقروا الفايل. هي بتيجي باي ديفولت مع الجانجو، ولحتى تطولوا الاب اكثر فينا نستعمل ماي سيكول او بوستجريس سيكول او نو سيكول داتابيزز كمان. اوكي لهون ان شاء الله كله تمام. يس كله تمام. حدا عنده شي سؤال عن الويب سيرفر، سيرفرز ال HTTP الويب؟ كله واضح، كله واضح تمام. البرزنتيشن اللي عم بعرضها هلا بدي اشاركها معكم، بس كمان ما بتغني اذا بدكم تكتبوا نوتس لانه في اشياء ما حتكون مشموله بقلب البرزنتيشنز. اوكي فحكينا بشكل بسيط كتير عن الفرونت اند، شو هو يلي هو يعتبرناه جهه الكلاينت سايد، وهو فعليا اللي بيعرض لي الداتا اللي بتوصلني. طيب الباك اند اذا بدنا بس نوضح شوي اكثر شو هو، كيف بدنا نستعمل البايثون والجانجو على اساس يكونوا باك اند. اول شيء بيهمنا نكون بتعرفوا بالكوماند لاين، بتعرفوا تكتبوا كوماندز بالترمينال. وهلا حنعطي مثل شيء بسيط بهالموضوع. اوكي هن بيتغيروا فعليا بين الماك او اس او اللينكس او الويندوز. اوكي لحتى مثل ما قال لكم الاستاذ فادي، لحتى نتعلم الجانجو بدنا جود اندرستاندينج بالبايثون، وبدنا نوصل فيه لحد الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. اوكي طيب قبل ما نتعلم كيف بيشتغل الجانجو، شو رايكم نفوت نتعلم شوي عن الكوماندز وعن التيرمينال لانه حي كثير مهمين لنا. اوكي طيب شباب هلا انا اللي فاتحه هون بسموه تيرمينال، في هذا موجود على الماك او اس لانه عندي نظام مختلف شوي. على الويندوز في عندنا الكوماند برومبت. اوكي هي ببساطه مثل الانترفيس لحتى نقدر نعطي اوامر للكمبيوتر من دون استعمال الجرافيكال يوزر انترفيس، من دون ما نستعمل استاذ حسان بس مشان اذا حدا ما بيعرف، لانه قلت لك في مستوى واطي، في مستوى يعني منو جامعي، بتفوتوا على ويندوز ران وبتكتبوا سي ام دي بيفتح قدامكم هذا الويندو، ويندوز ران وبتكتبوا سي ام دي انتر بيفتح هذا الويندو. عذرا 100% مزبوط. اوكي هلا بهمنا نحن ما حنفوت كثير بكثير كوماندز، نحن بهمنا الكوماندز الاساسيين. بس هن حتى بيتغيروا بين ماك او اس وبين ويندوز وبين لينكس. اول كوماند ممكن نتعلم عليه هو الاس عندي، او اذا عم نتعامل على ويندوز في عم تفصل. اوكي في عندي الدير، اذا حدا فاتح قدامه الكوماند على الويندوز بيقدر يجرب يعمل execute the dir command. انا عندي بفقص لالاس، شو بيبين عندي؟ بيبين عندي كل الفولدرز الموجودين عندي هون تمام لهلا، الفولدرز والفايلات. اوكي هيدي اول شغله، يعني الاس على الماك او اس او دير على الويندوز. اوكي اعتبروا انا بدي فوت على فولدر الديسكتوب، شو بدي اعمل؟ يعني انا بالدايركتري اللي هي الهوم بدي فوت على الديسكتوب، بفوت على الديسكتوب شو بدي اعمل؟ بدي اعمل change directory
تشينج دايركتري هي ذاتها على الماك وعلى الويندوز، بفقص سي دي ذن بكتب الفولدر اللي بدي فوت عليه ديسكتوب. اوكي هلا بيحط لي هون انه انا وين صرت، صرت على الديسكتوب. اوكي طيب حتى كمان لأقدر اتاكد انا وين، بقدر اكتب هون pwd او print working directory، هيدي على الماك، على الماك او اس. على الويندوز بقدر كمان افقص اعمل execute للدير او cd، حتى بتحط لي الفولدر اللي انا فيه. اوكي يعني انا هلا بيوزرز حسان حمود بالديسكتوب، لهون كله تمام. طيب انا بدي اخلق نيو فولدر، كمان هيدي بتفيدنا في شو الكومنت تبعه، كمان هذا مشترك بين الويندوز والماك او اس. فيني اقول make mk يعني make directory، بحفظ space بحط اسمه للدايركتري فور اكزامبل هيك. هلا اذا بحفظ ls اللي هي بتعدل لي كل الفولدرز الموجودين، مفروض لاقي عندي حسين 1. اوكي لفوت على حسين 1 مثل ما اتفقنا، cd حسين 1. يس لأرجع خطوي لورا شو بعمل، خليني فوت على حسين 1. حسين 1 اوكي انا جوات حسين 1. اذا بدي ارجع على الديسكتوب كيف بدي اتاكد اني هون، بقص هيك. اذا بدي ارجع على الديسكتوب شو بعمل، فيني اكتب سي دي نقطتين. لما بكتب سي دي نقطتين وين صرت، على الديسكتوب. بتاكد هلا انا صرت على الديسكتوب، كمان السي دي تو دوتس كمان مفروض موجوده على الويندوز. اوكي لهون مفروض هيدا كل شيء، بس في شغله صغيره على على الماك عندي، على ما فيني اعمل نيو فايل من الـ من الـ من الجي يو اي، فبضطر اعمل نيو فايل من هون، بحط له تاتش فور اكزامبل هاي دوت اتش تي ام ال، بكون انا خلقت نيو فايل بحسن 1. اوكي شغله تانية، نحن اتفقنا بدنا ننزل الفيجوال ستوديو كود. استاذ حسين حتى على الويندوز تاتش بنكتب تاتش؟ لا على الويندوز ماني متاكد اذا بتشتغل تاتش. اوكي حشوفها انا هلا يلا. اوكي بس بكل الاحوال فيكم بالجرافيك يوزر انترفيس تعملوا نيو فايل، هون ما في عندي غير نيو فولدر. اوكي اوكي ماشي. اوكي طيب هلا وقت نزلنا الفيجوال ستوديو كود، الفيجوال ستوديو كود لحاله عمل انجكت لكوماند عندنا بالتيرمينال او بالكوماند يلي هو كود. يعني اذا بنكتب كود نرجع بنقول له اسم الفايل يلي انا مفروض يكون حده، بقول له انتر، شو بيعمل؟ بيفتح لي الفايل بالفيجوال ستوديو كود. اوكي هيدي مفروض اوريدي وقت نزلتوا الفيجوال ستوديو كود صورت عندكم. لهون كله تمام، فينا ننتقل نرجع على الجانجو. اوكي بشكل كتير عام الجانجو كيف بيتعاطى معنا الجانجو سيرفر، خلينا نرجع على اليوزر ريكويست يلي هو الكلاينت تبعي. وقت اللي بيطلب ريكويست بيعمل ريكويست على اي بي سيرفر تبعي، بيوصل لعندي. هو اول ما وصل لعندي هون بلش دور الجانجو. الجانجو بيستقبل الريكويست اللي وصل، بيشوف الباث تبعه وبيقارنه باليو ار ال دوت بي واي يلي هو انا بكون عامل مابينج حاطط انه هذا الباث يعمل لي هيك، يعني سلاش يوزرز يعمل لي، يرد لي لسه يوزرز، سلاش مثلا بيكتشرز يرد لي كل البيكتشرز. فانا عندي باليو ار ال دوت بي واي بكون انا حاطط مابينج لكل الباث يلي موجودين عندي. طيب لما بيلاقي بيصير ماتش، يعني اليوزر طالب سلاش يوزرز، انا عندي باليو ار ال حاطط سلاش يوزرز موجوده، يعني بقول له اخذني على الفيو تبعت اليوزرز. الفيو تبعت اليوزرز هي مثل فانكشن تستلم الريكوست، وبقلب الريكوست هون شغلتنا نحن نحكي مع المودلز. المودلز يلي هو مثل اللوجيكال سكيما، يعني انا الداتابيز عندي تيبل اسمه يوزرز، انا التيبل اللي عندي اياه بالداتابيز اللي اسمه يوزرز انا بعمل له مودل، بعمل له كلاس عندي بالجانجو ابلكيشن، وبوضح الاتريبيوتس الموجودين عند اليوزر، يعني عنده فيرست نيم، عنده لاست نيم، عنده باسورد، وبوضحهم كلهم بمودل، بحط الكونسترينتس تبولي او القيود تبولي بالمودلز. فانا هون شو بطل بحكي مباشره مع الداتابيز، انا بحكي مع المودلز والمودلز بتترجم للسيكوال كويريز. يعني هون شو بنكون كمان جانجل عطانا في شيء اسمه ORM Object Relational Mapper، فهو بيغنيني عن اني احكي مع الداتابيز مباشره، بيغنيني عن اني اكتب SQL queries
بيصير بس بيلزمني اتعامل مع الداتا بيس تبعتي على شكل او او بي، بحكي معهم كيوزرز دوت اوبجكتس دوت اول، بجيبهم كلهم بدل ما اعمل سيلكت ستار فروم يوزرز. اكيد استاذ حسن، اكيد لانه غير على اللي انت قلته، ما بيجوز نعمل اكسس دايركت على الداتا بيس لانه خطر، لانه ممكن 100%. ممكن يكون شيء واحد ما بيعرف يشغل ما حد داتا بيس مثلا، مش هناك على طول بنعمل لاير بين الداتا بيس والابلكيشن والانترفيس. عفوا صح، هيدي بنعمل لها ابستراكشن لنفصل، يعني هي بالديزاين باترن تبع الام في سي يلي هي مودلز فيو كنترولرز هي معموله، والجانجو هي ام في سي فريم ورك مع شويه تعديل، يعني تعتبر ام تي في فريم ورك. هلا بنشوف ليش. اوكي، فنحن بنحكي مع المودلز، المودلز بيردوا لنا لسته اليوزرز. صار عندنا اليوزرز، نحن بيكون عندنا تمبليت مثل صفحه اتش تي ام ال جاهزه، بيلزمها بس انه نحن نحط لها الكونتنت، نحن نحط بقلبها لسه اليوزرز. من الفيوز دوت بي واي بنعمل باس لليوزرز تبولي على التمبليت، بنعمل رندر لل اتش ام ال بيج تبعيتي، وشو بنعمل بعدين؟ بنرد له اياها لليوزر. يعني هيدي هي الاليه اللي جانجو سيرفر بتعاطى مع الكلاينت ريكوست. مش الحال هيك؟ في شي سؤال عن هالموضوع؟ هلا حنشوف بتفاصيل اكثر عن قرب اكثر هدول اللايرز كلياتهم. اوكي، نحن الفرونت اند تكنولوجي اتفقنا انه ما حنفوت فيها كثير، فنحن بيهمنا بس هيدي العمليه اللي عم بتصير هون. اوكي، هون بنكون خلصنا مثل الجنرال اوفر فيو عن الجانجو وعن الباك اند. إذا حدا عنده حيلا سؤال now the right time. يعني لا، أنا أستاذ حسين ما بعرف، بدي حدا يهتم بالأكيد جريت اللي عم تعمله كل شيء، بس بدي حدا كمان يعمل دورة بالفرونت إند، يركز على الفرونت إند، لأن بعتقد في كتير ناس مهتمين فيها. صحيح، نحن معظم المبرمجين بالأيام أنا منهم يعني نكره الفرونت إند لأنه هو يعني بروجرامينج ليس بتحسه، بقى ما بعرف مين عم، ما بعرف مين اذا بتعرف شي حدا قادر يعطي فرونت. اكيد والله يا ريت. اكيد نحن هلا نحن حنشتغل فول ستاك ابلكيشنز، يعني فعليا حنضطر نكتب شويه فرونت اند بس شيء كتير بيزك. عرفت بس رح تركز انت على الباك اند. صحيح 100% صح، وبنرجع بنعمل البركي بعد هذه الدوره دوره فرونت اند. بس كمان الفرونت اند يعني بده الواحد يكون متعلم HTML، بده يتعلم CSS، بده يتعلم JavaScript ES6، يجي يتعلم حيلا فريم ورك للفرونت اند مثل الرياكت او الانجولر او الفيو جي اس، فكمان طريقه شوي طويل. بس بكل الاحوال ان شاء الله مع دورات جايه ممكن حتى انا اعطي الفرونت اند. لا يا استاذ حسين، لانه معظم المهن بياخذوا CSS ولا HTML، ما بعرف حتى الجامعات، يعني فينا نحصرها بتلاميذ الجامعات اللي هن قاعدين على الباك جراوند هيك، وبعدين بنبلش فيها ضروري عشان نختصر وقت. هيك بوصف ممكن. نعم صحيح. اوكي ان شاء الله نرجع نمرق عليها بعدين. اوكي خليني نظف شوي. اوكي طيب، هلا نحن خلصنا تعريف عن السيرفر شو هني، الويب ديفلوبمنت كيفيه، كيف بيصير الكلاينت سيرفر ريكويست، عرفنا شوية شو هي البايثون، شو هي الجانجو، اعطينا يعني فكره كتير عامه عن الباك اند. فخلينا نفوت بتفاصيل اكثر عن الجانجو. اوكي تمام، اول شيء بدي اعطي ملاحظه انه الجانجو عندها اوفيشال تيوتوريال، اذا بتقدروا تفوتوا عليها، من افضل التيوتوريالز الموجودين بكل بعالم البروجرامينج. يعني السبب بهيك، هلا بنقول ليش الدوكيومنتيشن تبعت الجانجو كتير مهمه وكتير مفصله وبيمشوا معكم حتى بتعملوا بروجكتس يعني بالبروسيس. اوكي، فوقت اللي بنحكي عن موضوع، اذا بتقدروا فيكم تفوتوا على الجانجو تيوتوريال وبتتعلموا اكثر عن كل شيء عم نحكي. اوكي طيب، اوكي، اول مثل ما اتفقنا الجانجو هي ام تي في فريم ورك. ام تي في يعني مودلز تمبليتس فيوز يعني فريم ورك. شو يعني؟ يعني هي بتفصل اللوجيك عن التمبليتس اللي هي خاصه
بالفرونت اند عن الفيوز اللي فينا نعتبرها كنترولر يلي هي اللوجيك الاساسي. اول شيء حنتعلم شو هن التمبليتس. اوكي اوكي مثل ما قلت لكم حنتعلم بعدين كيف من المودلز بنجيب داتا وبنبعث الداتا للتمبليت تبعتي حتى اخلق يعني اخلق بيجات دايناميكلي. هلا خليني افكر بشكل قبل نحكي نعمل نخلق جانجو سيرفرز عنا ننزل جانجو. اوكي تمام. هلا مين هون بيعرف بايثون ومين مثلا اللي يتعلم؟ انا ما بعرف. اوكي لكن مثل ما اتفقنا البايثون لغه برمجيه بسيطه كثير حتتعلم معنا انت كثير. نحن عم ناخذ بجانجو بس بيهمني اوضح شويه اشياء اساسيه يعني بالبايثون. اول شيء لحتى انا اقدر اشتغل على البايثون بدي نزل انتربريتر البايثون. فبقدر نزل من البايثون بتحط لهم اللينك امبارح فوت على ويب سايت البايثون بنزل الفيرجن اللي بدي اياها وبعمل لها اد تو باث بتصير موجوده هون. طيب حتى كيف بقدر افتح بايثون انتراكتيف شيل؟ بكتب هون بايثون فتت لهون ببين عندي البايثون فيرجن اللي هي عندي. هلا انا هلا هون بقدر اكتب بايثون سكريبت بقدر اقول له ابسط كوماند بالبايثون اللي هو برنت هيلو وورد. اوكي طبعت لي هيلو وورد بقدر اقول له 1 بلس 5 فور اكزامبل بتعطيني 6. هلا انا بانتراكتيف شيل تبعت بايثون اللي هي مثل عم بحكي معه مباشرة مع البايثون ببعت له شيء بيرد لي بعد ما يعمل له اكزكيوت لللاين تبعي. هيدي اول شغله تمام. طيب بالبايثون وبغير لغات برمجيه في عنا libraries او packages فيني نزلهم. كيف يعني libraries او packages فيني نزلهم؟ خليني اعتبر اني انا بالديسكتوب اوكي وعملت فايل اسمه حسان.py وفتحت الفايل. اوكي وقت بفتح الفايل فيني انا اجي اكتب function مثلا ببعت له name وبتطبع لي بتطبع لي النيم عفوا. اوكي فهيدي فانكشن بقدر انا اجي استعملها بعيط لها مثلا نيم ايكوال انبوت انتر يور نيم وبيجي بقول لها جريتينج وببعث لها النيم. اوكي يعني انا فعليا هون شو عملت فانكشن ببعث لها الاسم وبتطبع لي. خلينا نجرب كيف بنعمل لها ران لهذا. اول شيء بدي اتاكد انا موجود حد الفايل بايثون تبعي بس بيجي بقول له بايثون واسم الفايل. شو بيجي بيعمل؟ بيقول لي انتر يور نيم بيجي بقول له انا حسان بيقول لي هلو حسان. اوكي هلا هون تعلمنا كيف بنعمل ران للبايثون فايل تبعي. هيدي اول شغله. شغله ثانيه نحن اذا هيدي الفانكشن اللي جريتنج انا عملتها وعملت لها عملتها كانه اعتبره ابلكيشن كامله وحطيتها بالبيب ستور. انت بتجي يا يوسف بدك تنزل هيدي الفانكشن تبعتي وتستعملها عندك صح؟ صح. اوكي فحيلا حدا بيصير بالكوميونتي بيقدر يستعمل اللايبرري او الباكج اللي انا بكون عامله. بس في عندنا مشكله هلا انه انا بكون عم بشتغل على هيدا السوفت وير ممكن لقدام شو اعمل؟ يجي اعمل بيجي بعمل ابديت على الانترفيس. فخليني اعتبر لقدام انا جيت قلت له انه ما بدي بس يطبع لي اسم واحد. شو بدي؟ بدي لكل اسم ببعث له كذا اسم ولكل وحده يطبع لي الاسم. اوكي خلينا نجرب هيدي. هلا نحن بنعتبر هون هيدي اللايبرري تبعتي مفصوله عن الكول كود اللي هو انت بالابلكيشن تبعتك هون تعتبر انه from حسان اب مثلا import الفانكشن اللي اسمها greeting. اوكي بتكون انت عامل import وبتستعمل عندك.
طيب انت يا يوسف كان عندك الفيرجن 1.0 عندك، وكنت عم تبعت له على طول النيم وكنت تشتغل وتطبع لك ايه. طيب هلا شو بده يصير وقت اللي انا غيرت باللايبرري تبعتي، عملت فيرجن 1.1 فور اكزامبل، بيجي وقت اللي بقول له انتر يور نيم، بقول له حسين مثلا. اوكي هلا هي لانه هيدي اعتبرتك انا ليست، خليني اعتبر هون assert، خليني لا هوني بس شيل الهيدي. اوكي هلا بنرجع بنجرب enter your name. عملت هلا يا يوسف، عطتك شيء unexpected. شو اللي صار؟ انت متوقع منك يعني هو الكول الكود متوقع انه حيبعت اسم حيطبع له هلو الاسم صح؟ جيت انا نزلت فيرجن جديده من الابلكيشن تبعتي، غيرت شوي بالانترفيس، غيرت شوي بالكيف بدي اخذ الانبوت وبالامبلمنتيشن تبعتي، فصرت شو تعمل اخذ اعتبرت السترينج كانه اري ولكل حرف فيه طبعت لي الاسم، طبعت لي الحرف، ففعليا تغيرت. انت هلا لا يمشي الحال لا تقدر تحكي مع الاي بي اي تبعي مزبوط، سو لازم تبعت كذا اسم صح؟ صحيح مثل الاري. اوكي صح، نحن هلا نحن بنتوقع هون انه لازم تكون اري، والبايثون ما بيشدد، بايثون يعني ما بيشدد مثل الجافا على شو نوع الفاربل، فكمان هيدي بتعطينا مشكله ايام بالهيك الاشياء. طيب هلا انا حكيت مع الاي بي اي بشكل مزبوط انه انا لازم ابعث له ليست اوف نيمز وهو حيطبع لي اياهم وحده وحده. اوكي ماشي الحال هلا. طيب هيدي النقله لما نقلت من الفيرجن 1 للفيرجن 1.0، اعتبر انا بيني الابلكيشن تبعتي كلها على اساس مثل ما كانت على الفيرجن 1، وفجاه انا عم بعطيك البروجكت عندك قلت لك نزل الابلكيشن او اللايبرري اللي اسمها حسان لايبرري، نزلتها انت، نزلت عندك الفيرجن 1.1 وانا عندي نزلت الفيرجن 1. اوكي واثنيناتنا عندنا نفس الكود اللي هو هون، اثنيناتنا عندنا نفس الكولر كود، يعني الكود بيز هو بيكون مكتوب بس نزلت فيرجن اللايبرري تبعتي. شو بيصير هلا عندي؟ بيصير عندي وعندك ما في compatible، يعني فرطت، كل واحد عم تشتغل عنده شيء، ممكن تعطيك ايرورز تعطي اكسبشنز وهيك مزبوط؟ مزبوط، لازم اثنين يكونوا نفس الفيرجن. مزبوط، او فينا شغله يا يوسف انه وقت اللي انا بدي اخلق البروجكت او بدي اخلق او بالبايثون اب وقت اللي بدي انزل لايبرري بحدد له اي فيرجن بدي بالضبط صحيح؟ فينا نكتب البيبي فري، شو بتعمل؟ بتعطيني اللايبريز او الباكجز اللي نازلين عندي على الكمبيوتر وبتعطيني اي فيرجن بالضبط. فكمان هيدي بدنا ننتبه لها هلا. هلا بتشوف ليش بدي اوصل، ليش عم بوصل لهون؟ لا استاذ حسين اكيد اللي انت قلته واضح، بس انا بستغرب عاده بس يعملوا فيرجن جديده هني بيحترموا فيها الكود اللي معمول عليها القديم، ما لازم يغير، ما لازم ياثروا عليه 100%. هيدي بنسميها استاذ باكورد كومباتيبلتي، بيستعملوا انهيرتنس او شيء مشان ما يفوتوا بهالمشكله 100%. بس فعليا وقت اللي بيكون الكود بيز كتير كبير وقت اللي بنعمل ريفاكتورينج لنغير امبلمنتيشن وقت اللي بدنا ندعم الباكورد كومباتيبلتي بده يصير الكود عندنا يعني خبيصه شوي، فشو بنعمل يعني حتى هذه الاستراتيجيه اللي نحن انا بستعملها بشغلي، وقت اللي بيصير في فانكشن بدنا نعملها ديبريكيشن بدنا نبطل ندعمها، اول مره بيصير هون يعني اعتبروا الفانكشن جريتنج بدنا نشيلها، وانا بعرف في 1000 سوفت وير حول العالم عم يستعمل هيدي الفانكشن، بقدر اول خطوه انه اقول له والله this function مثلا او method will be انه بدي انا اشيل الدعم عنها مثلا use الفانكشن اللي اسمها greetings مثلا. اوكي يعني هيدي اول مرحله بتضلها تشتغل، هو استات عم تشتغل بس حيبين عنده warning انه هيدي الميثود حينعمل لها deprecation لقدام، هيدي اول مرحله. وقت اللي بحس انه بطل اليوزر يستعملوا الجريتنج بلشوا يستعملوا الجريتنجز بقدر بعدين شيل هيدي على الاخير حتى ما يضل عندي الكود كتير في اشياء ما لها لازمه. وانت مثل ما قلت مزبوط هيدي اسمها باكورد كومباتيبلتي، هيدي محموله الى حد معين بس بالنهايه في اشياء بدها يخلص عمرها. اوكي طب لكن نحن اتفقنا على شغله انه وقت اللي بدي نزل او اعمل بايثون ابلكيشن او جانجو ابلكيشن في عندي كذا فيرجن من كل شيء
يعني انا بدي انزل جانجو، الجانجو في لها فيرجن، انا كنت اشتغل على الجانجو 1، جات اشتغلت على الجانجو فيرجن 2، جات على الجانجو فيرجن 3، وبيناتهم نزلوا 100 فيرجنز، وكل وحده كانت تزيد اشياء وتعمل دبليكيشن لاشياء. فوقت اللي انا بدي اعمل الابلكيشن تبعيتي، انا بيهمني حدد للي بده يستعمل الاب انه انا بدي الجانجو فيرجن فلانيه، بدي الريكوست لايبرري الفيرجن الفلانيه، فانا كمان بدي انزلهم. طب اذا انا عندي كذا بروجكت عندي على الكمبيوتر، وكل واحد كل بروجكت عم يستعمل جانجو فيرجن شكل، كيف بدنا نحلها هيدي؟ طب كيف فينا انا اعمل ابديت لجانجو عندي اذا كان قديم؟ فيك تعمل pip install داش داش upgrade جانجو، بس حنمرق على هالاشياء. اوكي طيب، بس نحن هلا عم نسال شغله، اذا انا عندي بدي افتح عندي كذا بروجكت، يعني انا عندي هون اوكي عندي بالبروجكت طابولي عندي كذا بروجكت، كل واحد منهم يمكن بيستعمل فيرجن مختلفه من لايبرري اسمها ريكويست. كيف انا وقت بعمل بيب فريز هون ببين الفيرجن اللي نزل على الكمبيوتر صح، بس انا ما بدي نفس هذه الفيرجن تنزل بالابلكيشن اللي بدي اخلقها. ففي عندنا حل، في عندنا حل، انتوا قولوا لي اذا منيح او لا. فينا نجيب كمبيوتر نفتح عليه البروجكت تبعي وبنزل الفايل لوك اللي فيرجن 3.0.12 اوكي. طيب اعتبره انا بدي اشتغل على 3.1 ببروجكت تاني، شو بعمل؟ بجيب كمبيوتر تاني بفتح نيو بروجكت وبنزل عليه الفايل لوك 3.1، ولما بدي اشتغل بروجكت تالت بجيب كمبيوتر تالت، بروجكت رابع كمبيوتر رابع. شو رايكم بهالابروتش؟ اكيد لا مية بالمية الافضل انه نعمل هيدا الشيء على software layer. اوكي في عنا الفيرتشوال ماشين اللي قالنا عنها الاستاذ فادي. الفيرتشوال ماشين شو هي؟ هي اني انا نزل operating system بقلب operating system تبعي، يعني بيصير انا عندي فيني نزل الويندوز 7 ونزل الويندوز 8 ونزل الويندوز 10 for example عندي، وكل وحدة مثل الفي ام وير 100% الفي ام وير، وبكل وحدة بقدر اعمل نيو بروجكت وبياخد dependencies مختلفين. طيب هذا الابروتش بيشتغل بس تقيل شوي، ليش؟ لانه انا بدي اضطر استعمل نيو اوبريتنج سيستم لكل بروجكت بخلقه، فتخيلوا قديش بده يصير في لود على اساس حسان. هذه مشكله لانه انت عم تشتغل على سيرفر وبدك سرعه، كمان فيرتشوال ماشين عم ببطئ معك اكيد 100%. لا الفيرتشوال ماشين بتتعامل بطريقه معينه مع الريسورسز مع الرامات وهيك، بتعمل لهم يعني بتاكل من المين ماشين رام ميموري وسي بي يو. اوكي طيب عندي حل تاني شوي ابجريد اكثر عن هذا الشيء، اني انا بدي افتح منو فيرتشوال ماشين فيرتشوال انفايرمنت، يلي هي بنعتبرها انه على نفس الكمبيوتر تبعي، بس ما في عندي ولا بايثون لايبرري نازله بالمره، وانا بنزل اللي بدي اياها. وقت اللي بدي اعمل ران للابلكيشن تبعيتي بعمل له ران على هيدي الانفايرمنت. اوكي طيب حتى نعمل هيك بدي منكم اول شيء تنزلوا شيء اسمه فيرتشوال انفايرمنت، pip install virtual env. اوكي اذا حد عم ياخذ نوت بيكون كتير منيح، او انا حطهم بالسلايدات بكل حال. اوكي بس انا نزل virtual environment، انا نزلت السوفتوير يلي بيقدر يخلق لي new environments. وقت بحط pip freeze بيبين عندي كل شيء نازل على الكمبيوتر تبعي كله، كل شيء نازل بكل الكمبيوتر، مبين عندي virtual environment نازل version 20.6.0. اوكي اوكي وقت اللي بيجي انا على الديسكتوب اعتبره بدي اعمل فولدر نيو فولدر مثلا ماي بروجكت وبدي فوت عليه. اوكي انا هون بدي اعمل نيو بايثون ابلكيشن او جانجو ابلكيشن، بس ما بدي dependencies نازلين على الكمبيوتر يصيروا بقلب البروجكت تبعي. شو الحل؟ الحل بدي اخلق هون فيرتشوال انفايرمنت. كيف بخلق فيرتشوال انفايرمنت؟ بحط virtual env اللي هي نزلنا اياه، وبقول له انا شو اسم الانفايرمنت اللي بدي اسميها، بسميها حسين، بسميها env، بسميها اللي بدي اياه. ف virtual environment env for example، شو بيصير هلا؟ عندي فولدر اسمه env اذا شايفين بالماي بروجكت. اوكي هيدي virtual environment، خلينا نعمل لها activation. هلا لنعمل لها activation على الماك شيء وعلى الويندوز شيء.
اوكي ويني اوكي الفيرتوال انفايرمنت مثل ما قلت لكم بتخليكم تنزلوا فيرتوال انستاليشن للبايثون والباكجز. اوكي بننزل فيرتوال انفايرمنت بنرجع بنحط فيرتوال انفايرمنت بنسمي الانفايرمنت اللي بدنا اياها. اوكي نرجع بنيجي شو بنعمل لحتى نعمل اكتيفيشن بنحط اذا على الماك او اس او اللينكس بنحط هيدا الكوماند يلي هو source env slash bin slash activate. شو بيصير عندي هون اذا شايفين على الشمال في عندي انا عامل activation لل virtual environment فيني اعملها deactivate هيك بكتب deactivate enter طلعت منها. خليني ارجع فوت عليها انا جواتها هلا. طيب اذا انا جواتها وقلت pip freeze شوفي شو مبين اني انا منزل عندي ما في مني منزل ولا بايثون ابلي ولا بايثون لايبرري ولا باكج نيزلي. اوكي وقت اللي بعمل ديأكتيفيت وبرجع بعمل بيب فريز بيبينوا عندي. ليش؟ انا هلا ما بقطني بالفيرتوال انفايرمنت صرت هلا بالكمبيوتر. فهيدا الفرق. خلينا نرجع عليها. الله يعزك رائع. ايه هلا انا هون كاني بكمبيوتر كتير صغير وعندي ديبندنسيز بحطهم على زق يعني بنزل اللي بدي اياه فقط. طيب انا هلا صرت مثل ما اتفقنا بالبرزنتيشن هون كيف نشغلها على الماك او اس وعلى الويندوز بنحط اسمها backslash scripts slash activate الاس كبيره. واذا حدا عايز حيلا مساعده وقت اللي بيكون عم يشتغلها كمان بيقدر يرجع لي. اوكي هلا انا صرت بالانفايرمنت شو بيبقى علي؟ بيبقى علي نزل يلي بدي نزله يلي هو خلينا نعتبر بدنا ننزل الجانجو. واخيرا pip install django شو صار عندي؟ بينزل الجانجو مع كذا library يعني هو بيعوزهم لحتى يشتغل السيرفر تبعه. اوكي هلا صرت اذا بحط pip freeze هون pip freeze شو بيصير عندي؟ شو نزل انا عندي هلا بالانفايرمنت؟ نزل الاسكيراف اللي هو مسؤول عن الاسينكرونس سيرفر حنشوف عنه بعد شوي. نزل الجانجو الفيرجن 3.2.6. اوكي فاذا بدنا نشتغل شيء وانتم عم تشتغلوا بالبيت تاكدوا يكون عندكم نفس الجانجو فيرجن اللي عندي لانه ديفرنت فيرجنز ممكن كان ليد لانه ديفرنت اوتكم. اوكي وعندي البايت زد وعندي الاس كيو ال بارس اللي هي مسؤوله عن انها تحكي مع السيكول لايت. تمام لهون شو رايكم؟ بدكم رياحه بدكم وقت ولا مكمل؟ استاذ حسين بس بما انك بدك تريحهم بس بدي احكي شغله. هلا نحن بهي الدوره كل الاسئله اللي كنت تسالوها لاستاذ حسين على جروب الواتساب اذا بتسالوها بكون الببليك كلها عم يشوفها بكون كلها مستفيد من اجابته يعني. هلا بالنسبه للعرض الفيديوز والبرزنتيشن انا عملت شانل خاصه على التليجرام لانه التليجرام يا شباب ما بتمحى الداتا منه ابدا. هي بتصير هذه عندنا مثل كانها دوكيومنتيشن طول حياتك في تستعمله يما بتعرفوا الواتساب بعد فتره بتمحى الداتا بتعذب يعني. التليجرام كتير بروفيشنال بهيك موضوع مشان هيك كل شيء حبك حتشوفوا هلا حتى الاسئله تبعتكم والاجوبه اللي بده يردها استاذ حسين حتكون كمان على التليجرام مشان يعني اذا بدي راجع حتى لو ما هو موجود بالدوره في يمشي عليها. اوكي لان هي بابليك شانل. اوكي يعني هلا الاسئله اللي كنت تسالوها اللي بتذكرها حدا بعدين في يسألها على مجموعة الواتساب والأستاذ حسين بيجيبه بنرجع نحن بنصيغها وبنحطها على التليجرام كمان والبرزنتيشن وكل هالأمور هذه حتكون على التليجرام أفضل من الواتساب. أوكي عفوا يلا 100%. أوكي طيب نحن نزلنا الجانجو خليني بس بشكل بسيط أخذكم على البيج الرسمية للجانجو لحتى نشوف هني شو ممكن يقولوا لنا. جانجو makes it easier to build better web applications more quickly. هيدي كتير مهمة and with less code. اوكي فنحن ليش حتى نختار جانجو؟ جانجو بيجي out of the box يعني منه في بيجي كيف تحكي مع الداتابيز كيف تعرف موديل كيف بيدور السيرفر بيجي بقلبه البروسس تبع الباث بياخذك على الفيو المعينه من الفيو بتجيبك على الداتابيز كله هيدا معمول. انتم ما حتصدقوا هلا بس نبلش كيف بلحظات بنقدر يصير عندنا ابلكيشن وشغاله كيف بلحظات نحن بنعرف الموديل تبعنا
نعرف السكيما تبعت الداتا بيز، وكيف بثانيتين بيصير عندنا ادمن بانل. ادمن بانل بيقدروا يستعملوها العالم اللي مخصصه بالكود لحتى يزيدوا نيو يوزرز مثلا او يعملوا ابديت لاشياء. حتشوفوا كتير انه يعني ممكن تعملوا بشهرين بالبي اتش بي، ممكن تعملوا بالجانجو باسبوع. حتشوفوا معنا قديش الجانجو بيعطينا فلكسبيليتي وقديش اوت اوف ذا بوكس كود. اوكي، فهيدي هي الميزه الاساسيه تبعت الجانجو. اوكي، جانجو سريع كتير، فولي لودد، بيجي بقلبه دوزنز اوف اكسترا فيك تستعملهم يعني. حتى السيشنز وهدول الاشياء كلها موجوده اوريدي وسبورتد بالجانجو. والجانجو سكيور، يعني انت ما بتتلهم انك تعمل سكيورتي للابلكيشن تبعتك الى حد ما. سكيلبل، بينعمل ابس كتير كبار، وانا شايف ابس عن جد كتير كبار كتير كتير كبار بينعملوا بالجانجو. يعني مقارنة بلغات تانية ممكن PHP، اذا ما عم تستعملوا فريمورك PHP كتير بتطلع خبيصة، بنسميها سباجيتي كود. وقت اللي بدنا نحط يمكن ال HTML كود مع ال PHP كود مع الكونكشن على الداتابيز كله يمكن بنفس الفايل، فمنهم مفصولين. كمان جانجو بيفصل هدول الاشياء كلها مثل ما حكينا، في عنده ال MVC design pattern او ال MTV. اوكي، فهيدي من اهم مميزات الجانجو. هذا الويب سايت الرسمي للجانجو بروجكت. الجانجو هو اوبن سورس، يعني انتم فيكم تفوتوا على الجيت هاب وفيكم فيكم تساعدوا اللي عم يشتغلوا على الجانجو، فيكم انتم تزيدوا فيتشرز على الجانجو. يعني هو اوبن سورس. اوكي، بيبين عندكم الكود بالضبط، لكم الكود تبعنا كله، هذا الكود الجانجو، تقدروا تشوفوا كل شيء عم يشتغل عندكم كيف معمول. اوكي، منهم مخبينه عن حدا بيقولوا لك والله في إشو أو في شغله عم نشتغل عليها، فيك أنت كأنت هلا عم تتعلم الجانجو بكرة تساعدهم وتصير واحد من الديفلوبرز تبعوا الجانجو. تمام لهلا؟ أوكي، طيب نحن مثل ما اتفقنا نزلنا الجانجو بالفيرتشوال انفايرمنت تبعتنا. بدنا نشوف أي فيرجن عندي، بدو بايثون داش ام جانجو داش داش فيرجن، بيبين عندي انا الجانجو فيرجن تبعتي. اوكي، خلينا اول شيء نعمله انه نخلق نيو بروجكت، بروجكت للجانجو. كيف؟ وقت اللي انا بنزل جانجو، جانجو اوريدي بيكون نزل عندي شيء بالتيرمينال اسمه جانجو ادمن. اوكي، هلا بتشوفوه هون كمان جانجو ادمن، بقول له ستارت بروجكت، بس انا لا اتاكد وين. اوكي، بالماي بروجكت. اوكي، ستار بروجكت مثلا، فيرست بروجكت. تمام، هلا انا صار عندي فيرست بروجكت. خلينا نفوت على الفيرست بروجكت من هون وقول له كود دوت. كود دوت يعني افتح لي الفولدر اللي انا فيه هلا، افتح لي اياه بالهيد. اوكي، البروجكت بقلبه init file, ASCII file, settings file, URLs والويب سيرفر للفايل، وعندي manage.py. طيب خلينا نحكي على كل وحده فيهم. انا حطيت لكم كمان الدول الاشياء بالبرزنتيشن، كيف ننزل جانجو من جانجو ادمن، ستارت بروجكت، كيف نعمل النيو بروجكت. اوكي، هيدا قلت لكم السكيلتون اللي حتحصلوا له بعد ما تعملوا هيدا الكوماند. انتو فيكن تخلقوا بروجكت بدون ما تعملوا جانجو ادمن ستارت بروجكت، فيكن، بس انتو بهمكن مثل ما اتفقنا، بهمكن يكون عندكم هذا manage.py والsettings.py. هذا هو اللي بهمنا بكل الجانجو بروجكت. اذا بتعملوا نيو فايل وبتضبطوا بهالطريقه صار عندكم جانجو بروجكت. بس هذا الكوماند اللي عملناه مثل بيسهل علينا الكرييشن. اوكي، صار عندي كل هالفايلات، خلينا نتعرف على وحده وحده شو هن. اول شيء init.py، هيدي اللي بيعرف بايثون هيدي حتى مثل قول انه هيدا الفولدر يلي انا فيه هلا، هيدا الفولدر هو مودول، يعني فيني اعمل امبورت من قلبه. اوكي، يعني فيني اجيب اشياء من السيتنجز، اشياء من اليو ار الز، بقدر اعمل امبورت. هيدي اول شغله، يعني هيدي بيور بايثون نولج لازم تكون. اوكي، عندي settings.py، settings.py انا عندي البروجكت تبعي في له سيتنجز. اوكي، السيتنجز تبعتي كلها بجمعها هون بالسيتنجز يلي هي هون.
يعني allowed host، يعني مثلا انا بسمح لللوكال هوست يفوتوا على السيرفر تبعي وبفتح للفيسبوك دوت كوم يحكي معي، بس ما بسمح للانستغرام دوت كوم مثلا يوصل على الاي بي اي تبعي. كمان هون بقدر اعمل لها هيك. هون اللي هلا بنحكي عنها الميدل وير تمبليت، كله حنتعلم عنه هدول. اوكي، لكن السيتنجز دوت بي واي هي السيتنجز تبع البروجكت تبعي. عندي اليو ار الز اذا بتتذكر شفنا من شوي انه الريكوست اللي بيوصلني على الجانجو سيرفر بيوصلني على اليو ار الز دوت بي واي. اوكي، يعني هون موجود الباترنز الباث تبعتي يلي انا بقول له اذا سلاش كذا خدني على الفانكشن الفلانيه. الفانكشن الفلانيه وين بتكون موجوده؟ بدها تكون موجوده بالفيوز. هلا بنرجع نوصل لها. اوكي، هيدي اليو ار الز. عندي الاسكي والدبليو اس جي اي، هدول المسؤولين عن انه يدوروا لي السيرفر تبعي تبع الجانجو وبيساعدوني وقت اللي بدي اعمل ديبلويمنت. هلا من زمان اذا بتنزلوا الجانجو القديم 2 ونزول ما كان في شيء اسمه اسكي، كان في بس هيدي كانت سيرفر عادي طبيعي، بس وقت اللي جانجو دعم الاسينكرونس فصار وقت بدك تدور سيرفر اسكي بيدور بهذا الفايل. بس ستيل مثل ما قال الاستاذ فادي، حتى ما نخرب البروجيات القدام خلينا باكورد كومباتيبيليتي للسيرفرز العاديين يلي اذا انفايرمنت ما بتدعم الاسينكرونس فور اكزامبل. اوكي، طيب في عندي المانج دوت بي واي، هيدا من اسمه هيدا هو المدير. يعني انا بيجي بحكي بس ممكن تفتح لي ار ال دوت بي اي لو سمحت، بس حتى ناخذ فكره عنه بس اذا ممكن. اوكي، وين كنت انا؟ لا انا هون. نفتحها. اوكي، هيدي اليو ار ال دوت بي واي شو بيهمني انا؟ بيجي بقول له في عندي فاريبل اسمه يو ار ال باترنز. هون انا بيجي بقول له اذا فات هيدي، شوف هلا بتشوفوا انه اوريدي معموله سبورتد باي، هلا بتشوفوا شو قوتها هيدي. طيب اعتبروا انا بدي افتح لينك زياده، بيجي بقول له اذا حدا بيفوت على اليوزرز سلاش بياخذني على مثلا ماي فانكشن بكون انا عاملها. يعني مثل بتبعت هي الريكوست على الفانكشن الفلانيه، بقول له والله اذا حدا فات على يوزرز سلاش هات لنقول انت اي دي فور اكزامبل، يعني اذا حدا قال يوزرز سلاش اي دي مثلا فيك تاخده على فانكشن ماي بروفايل مثلا او يوزر بروفايل. اوكي، يعني فينا نعتبر انه اذا حدا فات على يوزرز بس بتاخده على ليستة اليوزرز، اذا حدا فات على يوزرز ما وحط الاي دي، يعني الاي دي 2 3 4 بتاخده على بروفايل هيدا اليوزر. اوكي، وهون مثل ما كنتم شايفين تكبر قد ما بدي، بقدر اعمل قد ما بدي راوتس للابلكيشن تبعتي للبروجكت تبعي. هون مش الحال هلا. مفهومي شيء اساس فادي؟ 100%. شكرا يا استاذ، شكرا. اوكي، طيب اوكي، المانج دوت بي واي اتفقنا هو المدير، هو يعني انا وقت اللي بدي احكي مع البروجكت تبعي بحكي مع المانج دوت بي واي. اوكي، خلينا نستعمل المانج دوت بي واي ونحط كل شيء تعلمناه اليوم واخيرا نوصل لنتيجه. طلعنا اليوم عن السيرفرز وعن الويب سيرفرز، اتفقنا انه السيرفر هو فيك تعتبره موظف تحكي معه بتطلب منه اللي بدك اياه، اتفقنا انه الكمبيوتر ممكن يكون عليه كذا سيرفر ومنميز بيناتهم بالبورت وكل سيرفر ممكن بيحكي بلغه مختلفه اللي هي البروتوكول، وهذا اذا عم نحكي على الابلكيشن لاير. ومثل ما اتفقنا حتى اذا كيف عم ننقل الباكيتس كمان في شيء تي سي بي ودي بي، دول بروتوكولز مختلفين على لاير اوطى بشوي من الابلكيشن لاير. اوكي، فخلينا واخيرا ندور سيرفر للجانجو تبعنا، جانجو ابلكيشن. طيب كيف ندور السيرفر؟ انا في عندي المانج دوت بي واي، بقول له بايثون مانج دوت بي واي، بقول له ران، بقول له ران سيرفر. تمام لهون، اذا بفوز انتر شو بيصير؟ شو بيجي بيقول لي هون؟ بيقول لي يو هاف 18 ان ابلايد مايجريشنز، حنتعلم عن المايجريشنز بعدين. بيقول لي انت عم تستعمل الجانجو فيرجن 3.2.6، اي سيتنجز عم تستعمل؟ الفايل الفيرست بروجكت دوت سيتنجز، انت هلا دورنا السيرفر بهدول السيتنجز، اعطيني هون انت هون. بيقول لي ستارتنج ديفلوبمنت سيرفر، دورنا السيرفر على 127
.0.0.1 اي بورت 8000. فبيجي لهون بيعمل بيست لل عفوا ما نعمل كوبي. اوكي وقت بيجي بعمل هيك شو صار عندي؟ اخيرا the install worked successfully, congratulations. هلا عم بيقول لي انه انت مش حال نزلت الجانجو, الجانجو سيرفر عندك شغال طبيعي, كله تمام, فيك تبلش شغل نظامي. طيب هلا وقت اذا انت عندك ابلكيشن اكيد اذا حدا فات على الاب تبعتك ما بدك يبين هيك انه انا عم استعمل جانجو وانا كذا, بس الجانجو في وحده بالسيتنجز في اوبشن اسمها ديباج. اوكي شايفينها هيدي؟ هيدي معمولة ترو. شو معناتها ترو؟ يعني اذا ترو اذا صار انت عندك مشكلة او ايرور بالسيرفر تبعك بالكود بتقلك اياه, بتقلك هون بتقلك والله في السطر الفلاني بالكود صار عندك مشكلة. وقت انت الابليكيشن تبعتك ديبلويد على الانترنت ما بدك اذا صار مشكلة العالم تشوف شو هي المشكلة. فشو بتصير وقت بدك تعمل ديبلوي؟ هيدي بتحطها فولس. فاذا هيدي حطيتها فولس وقت ال وقت شو اسمه وقت اللي انا بعمل سيف لحي الله شيء السيرفر بيرجع بيقلع. هلا حطيتها فولس وما بقدر السيرفر. ليش ما دار السيرفر؟ ما دار السيرفر. قال لي هون قال لي يو ماست سيت سيتنجز الاود هوست. قال لي انت هلا مانك عامل ديباج. اذا مانك عامل ديباج يعني كانك عامل ديبلوي. اذا عامل ديبلوي ما مين مكان بحق له يفوت على الابلكيشن تبعتك صح؟ فانت هلا بقى بدك تسمح لدومين ودومين يحكي معك. يعني انت بتعطيه هون دومين الفرونت اند ان والله بيقدر يحكي معي. هيدا هون عملنا سيف. اوكي هلا وقت اللي قلت له انه ال 127.0.0.1 بيقدر يحكي معي مش الحال فتح, بس ما قال لي هديك الصفحه انه ورك سكسسفولي. ليش هديك ما بيحط لي اياها الا اذا انا عامل ديباج ايكوال ترو. اوكي شفتوا كيف فينا نغير سيتنجز هيك هي. خلينا نرد الديباج ترو ونشيل الالاود هوست ونعمل سيف. بيعمل هو اوتو ريلود لحاله. اوكي نجي لهون كله تمام. فهلا صار عندنا جانجو ابلكيشن مضوي وجاهز. اتفقنا السيرفر هون عم يسمع, يعني انا هلا بس احكي معه عم يسمعني على البورت 8000. بطلب منه اشياء فور اكزامبل بقول له خدني على الادمن, بياخذني على الادمن بانل. شايفين كيف هالصفحه انا ما كتبت ولا شيء لحالها معموله. هلا بنشوف اكثر وحتى كيف فيني اعمل لوجن. هلا بنشوف كيف كل هالاشياء. اوكي هيدي اول شغله عندنا السيرفر جاهز, هيدا اهم شيء. طيب اوكي هلا لما قال لي هون انه في عندك مايجريشنز مانن جاهزين, لما بيكون المايجريشنز مانن جاهزين يعني الداتابيس تبعتك مانها موصوله بعد, شو الحل؟ شو هي المايجريشن بالاول؟ طيب اعتبروا عندنا تيبل بالداتابيس اسمه يوزر. اليوزر عنده فيرست نيم لاست نيم وباسورد اوكي وايميل. هيدي بنسميها سكيما. وقت اللي انا بدي غير الفيرست نيم واللاست نيم شيلهم اعمل فيلد اسمه فول نيم. بيجي بغيرها انا بالكود تبعي بالجانجو كود, بس انا لسه ما طبقت بالداتابيس. فشو بعمل؟ بعمل مايجريشن. مايجريشن يعني هي بتيجي بتحول لي بتشوف لي الشكل الكود اللي انا عندي اياه بالكلاسز. هلا بتشوف كيف وبتحول لي اياه لسكيما, بتشوف بتقارنه مع الداتابيس الموجوده هلا شو الفروقات وبتعمل لي اياهم. اوكي فلما نحن دورنا الجانجو سيرفر, الجانجو لحاله بيجي في اب اسمه اذا فيكم تشوفوا معي بيجي بقلبه هذا نحن اتفقنا بروجكت هذا منه ابلكيشن. طيب بقلب البروجكت في عندي كذا ابلكيشن, فيني اجمع كل اب مسؤول عن شيء, اب للمحاسبه, اب لليوزرز, اب للاسئله مثلا او شو ما كان. اوكي فانا هون عندي اب نازله خصوصي من جانجو اسمها اوث اللي هي خاصه بالاوثنتيكيشن, خاصه باللوج ان واللوج اوت وهيك جاهزين خالصين. وعندي اب للادمن بانل. هلا خلينا بس نشوف شوي تبيت الاوث كيف فينا نتاكد انه هيدي موجوده. بيجي بقول له انا هون بايثون مانج دوت بي واي نفس المانجر, بقول له انا بدي كرييت سوبر يوزر يعني انا كادمن. اوكي سمعت مايجريشن. اوكي اول شيء اتفقنا بدنا نعمله اني بدي المايجريشنز الموجودين عندي بدي اخلق داتابيس صح؟ لاخلق الداتابيس بيجي بقول له هون مايجريت, بس اعمل له مايجريت. شو بيعمل مايجريت؟ يعني طبق المايجريشنز.
بيجي في مايجريشن جايين مع الجانجو خصوصي، يمكن معمول تيبل يوزر، معمول كذا، معمول انه في عندي اليوزر ايميل، فصار عندي سكيما بالداتا بيس. هلا بيجي انا هلا بقول له كرييت سوبر يوزر، بيقول لي شو بدك اليوزر نيم، بقول له هذا كله معمول انا ما كتبته بايدي، انتم مثل ما انتبهتوا. بقول له والله حسين بدي اليوزر نيم، الايميل ادرس اللي بدك اياه، والله بدي hassan@gmail.com، الباسورد بحط الباسورد 123 مثلا 123. اوكي حتى شو قال لي، قال لي الباسورد قصير، الباسورد كومن، يعني كل العالم بتحط منتلو، والباسورد انتايرلي نيوميريك. مين اللي عمل هيدي الفاليديشن كلها؟ انا عملت شيء، انا قلت له بس تدخل الباسورد، شوف لي اذا ارقام ولا حروف ولا ياسو ولا كذا، ما عملت شيء انا بالمره، كله معمول بجانجو. حتى تشوفوا قديش جانجو شاغل شغل عني قد ما تصدقوا، حتشوفوا لقدام. اوكي فبقول له اوكي قطع لي اياها، مرق لي اياها اليوم، برجع بدور السيرفر. اوكي دورنا السيرفر. هلا اذا بنيجي على الادمن بانل وبيجي بقول له والله انا اسمي حسين والباسورد تبعي 123 انتر، شو اجى اخذني؟ اجى اخذني على ادمن بانل، يعني موجود بقلبها كل التيبل تبولي بالداتابيز. هلا ما في شيء، في تيبل يوزرز مثلا، في عندي هذا اليوزر، هذا اليوزر نيم تبعيته، هذا الايميل ادريس، هذا الفيرست نيم، اللاست نيم، الستاف ستيتس، فيني اعمل سيرش، فيني اعمل نيو يوزر، فيني فلترون، فيني فوت على هذا اليوزر اعمل له ابديت، اقول له هذا اسمه حسان واللاست نيم حمود، وبيجي بعمل سيف تحت، فيني اعمل له ديليت. شايفين؟ متخيلين انتم لتعملوا هيك شيء قد ايه بده ياكل معنا وقت اذا عم نشتغله بايدنا؟ والاقوى من هيك انه هلا بس اعمل نيو تيبل بالداتابيز، نيو تيبل بالداتابيز كمان حيبين هون، حيبين بالادمن بانل. انا مني حاكتب الكود المسؤول عن الكرييشن ولا عن الابديت ولا عن الريد ولا عن الديليت ولا شيء بالمره، ولا الفلترنج ولا السيرش، كله اوريدي معمول بجانجو. فانت وقت اللي بتعمل الاب تبعتك بتلاقي حالك عندك ادمن بانل بتعطيها للاداره تبعتك، فوتوا هون بتشوفوا الداتابيز تبعتكم وبتشوفوا الستاتستكس وبتشوفوا اللي بعتكم اياه. هذا بتكون اسا انت مكتبت سطر كود، اسا انا شفتوني ما قلبت على الكود بالمره. مش الحال لهون؟ في شيء اسئله؟ هيك حسان انا لما انت ما بعرف انا يمكن ما انتبهت يمكن ما تحكيتها بالاول، بس البورت 8000 وريزيرفد لا ما هيك؟ انا فيني حدد. لا انت أوكي. فيك تحدده 100%، يعني انت بتجي بتقول له هون اوكي انه انا والله اعمل لي ران على الواحد 0 0 1 والبورت 8001. اوكي فهلا شو صار؟ هلا اذا بيجي على هون البورت 8000 ما بقته، ما في سيرفر على 8000 مضوي، بس اكيد يعني بده يكون البورت بده يحدده فوق ال 1024 صح؟ ما بالضروره لا لا، لانه بلكي يعني بلكي انا حجزت شيء محجوز مثلا ال 21 او اذا محجوز، اذا اوريدي في سيرفر مضوي بهذا البورت حيعطيك ايرور. بس هلا اذا بدي بيجي بقول له البورت 1 مثلا اوكي في منهم محجوزين اوريدي بس ما كلهم اوكي 77 اوكي يمكن معك لانه تحت ال 1024 عاده بيكون محجوز على الكمبيوتر يا HTTP يا FTP او شيء. معقول تحت ال 1024؟ صح لا بسموه ريزيرف بورت. اوكي اي ممكن يعني اذا بنجرب ال 2000 ايه 2000 بيمشي اكيد. اوكي الحال تمام أوكي. شكرا كثير على على المعلومه ولا ف نحن هون بندور السيرفر اللي بدنا اياه. هلا السيرفر هو ال 127.0.0.1، حدا بيعرفه هذا اي بي تبع شو؟ هذا كلمه انا بالاي بي، كلمه انا يعني البي سي تبعي يعني. كلمه انا 100%. هيدا كمان فينا نقول له خلينا ندوره. اوكي فينا اذا ما بدنا نقول 127.0.0.1 فيني اقول له لوكال هوست، لوكال هوست 8000 100% بياخذني نفس الشيء. اوكي يعني بدل شغال الاب تبعي. ليش؟ لانه اللوكال هوست هو ذاته ال 127.0.0.1، هذا بنسميه اللوكال هوست تبعنا. ماشي جميعا. وفي اساس كمان حل ثالث انه واحد يجيب الاي بي تبعه الريل اي بي تبعه عن عن السيتنج تبعه ويستعمله كمان صح؟ هلا بدي اوصل له 100%. يعني هلا نحن عم نحكي لوكال هوست، هلا كل شيء في ابلكيشن عندك على الكمبيوتر تقدر تحكي مع الجانجو سيرفر. اوكي طب بركي انا عم بعمل ديفلوبمنت
لابليكيشن وبيجي بقول له لحدا قاعد حدي ملقط انا وياه من نفس الواي فاي، بيجي بقول له تفضل افتح افتح هذا الويب سايت، افتح سلاش يوزرز شوف لي شو بيطلع عندك. هلا اذا حدا حدي ما حيقدر يفوت على اللوكال هوست تبعي، يعني انا منين برمج مين يعمل الاكسبورت لللوكال هوست، مين يعمل اكسبوز. فشو الحل؟ فيني اقرب حل اني انا اجيب الاي بي تبعي لوكالي، بيجي بقول له هون مثلا اعتبر انه انا الاي بي تبعي، هلا لو فاتحين فيديو بنورجيكم، بس بكل الاحوال اعتبروا انا عندي الاي بي لوكالي بال قصدي بالبيت عندي 192 168 1 10 مثلا، بيجي بقول له على البورت 8000. شو بيعمل هلا هذا الاي بي ما مشي حال لانه هذا من الاي بي تبعي، هات لاتاكد بس بدي اشوف الاي بي تبعي. مفروض بي تكتب اساس اي بي كونفيج بالكومنت بيطلع معك أو نت ستات صح هون بعتد نت ستات. لا والله نسي الكومنت بالضبط مني ذكر أنا بتلاقى على الويندوز بيبين أوكي نتورك ليكو الاي بي تبعي. هلا أنا ما حيبين عندي اي بي على الواي فاي، ليش؟ لأني شغل 4G هلا عامل كونكت للهوت سبوت تبعتي. بس بكل الأحوال إذا عندي إذا أنا هون بالبيت بنسخ ال الاي بي وبحطه هون بعمله لان، بيصير حيلا حدا من تليفونه بحط الاي بي تبعي سلاش الباث اللي انا عطيه والبورت بيفوت لعندي على الاب تبعتي اللي انا عامله. طب اذا بدنا نعمل له اكسبوز لبرون، يعني خلص كمبيوتري بده يصير سيرفر، هدي كمان شغله نسيت لكم اياها، انه السيرفر كمان في شرط من شروطه انه يكون عنده اي بي معروف، يكون عنده عنوان معروف على الانترنت ما بيتغير. يعني انا وقت ايه صح وقت اللي انا بدي شغل كمبيوتري كسيرفر اونلاين، اذا كل مره عم يتغير الاي بي تبعي العالم ما حتعرف توصل لعندي. يعني كل مره عنواني حيتغير، انا كل ما اشبك على الانترنت او كل فتره الاي اس بي عم بيغير لي الاي بي تبعي، بقدر انا ادفع شوي زياده واشتري اي بي حقه مصاري وبقول له انا بدي اي بي خاص لإلي على الانترنت. اوكي فوقت اللي يصير عندكم اي بي خصوصي لإلكم فيكم حيلا حدا تعطوه الاي بي تبعكم، تعطوه البورت تبعكم، ومن عندكم على السيرفر اكيد بدكم تكونوا listening، بدكم تكونوا مشغلين السيرفر عم يسمعكم. ولنوصلوا على الجانجو عنا فينا نستعمل شيء اسمه بروكسي، ما حنفوت فيه كتير، يلي هو بس شغلته بيعمل فورورد للريكوست من بورت لبورت او شيء، او بيعمل لي اياها بالعكس مثل ما بدي. يعني كمان ما انا حفوت فيها كتير لانه بنهايه هذا حنعمل ديبلوي على الانترنت وحتشوفوا الاب كله، حنعمل ديبلوي لاب كلياتنا بنقدر نشوفه. انا بس استاذ حسان الدومين اللي بيعمل هوست للسيرفر دي دانجو غالي ولا كيف؟ دي اسعارهم يعني تقريبا؟ لا هلا في ويب سايت في يعني سيرفر فور فري، في عندك مثلا الهيروكو. بس مثلا هذا مشكلته انه اذا صار له نص ساعه ما حدا فتح الاب تبعتك بيطفي السيرفر. طفى السيرفر يعني وقت اللي انت بدك ترجع تفتح الاب شو بده يصير يعمل؟ بده ياكل منك شيء في 10 ثواني لبينما انت فعليا كمبيوترك السيرفر تبعك صار ان سليب مود لا يرجع يقلع. بس يعني بتاكل معك 10 ثواني ليفوت، اللي بيفوت بعدك ضهري ما بيحس بالمره بالقصه. اوكي يعني هذه من الليميتيشنز تبعو الهيروكو. في عندنا البايثون اني وير كمان فينا نعملها فور فري، ماني متاكد يمكن الجيت هاب اكشنز كمان جيت هاب نسيت شو اسمه الهوست تبع الابس تبعتنا بيجز يمكن. فلا في هوست ببلش، نحن حنجرب على هوست مجاني بالاول. اوكي اكيد وفينا على الاي دبليو اس وعلى جوجل كلاود، بس كمان بيصير كل ما بدنا سيرفر اقوى بدنا ندفع اكثر. اوكي بس اكيد نحن اللي هلا بالبراكتكس تبعنا حنشتغل على اللوكال هوست بعدين بنعمل ميجريشن، صح؟ صح بنعمل لوكال هوست مش عم نعمل ديبلوي على اونلاين. وهلا كل واحد فينا بده يعمل ديبلوي، وانا يعني حصير اعطيكم مثل تاسكات تعملوها بين الاسبوع والاسبوع لحتى اتاكد انه الكل على الطريق الصحيح. يا ريت. اوكي وشغلي بس يمكن انا بحكي شوي بسرعه، فكمان وقت اللي بحكي بسرعه حدا يقول لي خفف، ايام ما بنتبه هولي. لا ليك استاذ حسان هلا انا برايي السرعه ما انا مشكله لانه نحن عم نعمل ريكورد للبرزنتيشن، في حدا يحضر على اليوتيوب بالبطء، بس انا انا مع الريتم اللي ماشي فيه انت، انا معه حتى لو واحد في شغلات ما كتير فهمها بس في رجع للريكورد وقت ما بده مشان ناخذ كميه اكبر بهالدوره. وبما انه معنا اسبوع في واحد يرجع يراجع، في جاي مثل انت عم تعطينا تاسكات،
انا بعتقد هيك. وما بعرف اذا الشباب عنده راي تاني بس انا بحس انه هيك منيح. ما بعرف اذا حدا عنده تعليق. استاذ حسن مثلا، هلا انا كمان عندي ممكن انه عم بتشتت شوي، يمكن عم بشرح اشياء على جنب لانه بيهمني، لانه عم جد يمكن ما بتصدقوا انه في عالم ما بتعرف شو هو السيرفر، في عالم ما بتعرف اشياء كثير حاحكي عنها، حتى بيكون عندهم اكسبيرينس ومتخرجين وقد ما بتكون عندهم خبره، بس في اشياء بديهيات ما بيعرفوها، بتتفاجئوا وقت بتحكوا معهم انه ما بيعرفوها. فحتى نفهم عن جد شو عم بيصير وقت اللي انا عم دور جانجو سيرفر، انه انا هذا فعليا سوفت وير عم بيسمعني على البورت هيدا الفلاني وعم يعمل لي لاوت على فيو معينه، انا بيهمني تفهم الشغله ما بس انه تعرف كيف تشتغل. اوكي، فكمان اذا حدا عنده يعني لقوني عم تشتت كتير ممكن بلا سبب كمان ممكن يقول لي. لا تمام، بس كنا بدنا نسال كيف فينا نمحي فيرتشوال انفايرمنت. تمحيها عادي، ديليت سي جي هيك تعمل لها ديليت. برجع بخلق غيرها، لان كان في سؤال على الشات ما بعرف اذا انتبهت له عميس على عبد الكريم انه ممكن خلقها بطريقه غلط، كيف فينا نرجع نمحيها؟ بيمحيها عادي، هي فولدر، هي فولدر بيمحيها بيرجع بيعمل نيو فيرتشوال انفايرمنت. اوكي ليك حسام بس رجع عيد كيف، لان انت قلت الجواب تروح الصوت. اوكي اوكي ليك هيدي بيجي بعمل لها ديليت، وقت اللي عملت لها ديليت راحت، برجع بيجي انا على نفس المحل ما كنت وبعمل نيو فيرتشوال انفايرمنت، بسميها كمان نفس الاسم البدية وبنزل عليها البدية، يعني ما في داعي اعقد الامور، بمحيها وبرجع. ليك انا وقت عملت لها بيب انستول ما عرفت وين نزلت انت نزلت الفيرتشوال، انت عملت بيب انستول فيرتشوال اي ان في صح؟ ايه صح. انت هيك بتكون نزلت هيدي انت هلا هون انا بقلب الانفايرمنت صح؟ انت ما كنت بوقتها بقلب الانفايرمنت، انت كنت عامل انت بقلب الكمبيوتر. انت كنت بقلب الكمبيوتر، وقت اللي بتكون بقلب الكمبيوتر، الكمبيوتر كمان انت نزل عليه اشياء كجلوبالي، هيدي موجوده عندك جلوبالي بكل الكمبيوتر، هيدا مثل هدول مثل منك شايف. انت وقت اللي عملت بيب انستول نزلت جلوبالي، نزلت على الكمبيوتر، انت شو بيهمك هلا هي نازله على الكمبيوتر، انت بتكون برات الفيرتشوال انفايرمنت، بتكون بقلب الكمبيوتر، تيجي بتقول له فيرتشوال اي ان في، حيعرفها من هي لانه هي نازله صح، بتخلقها للفيرتشوال انفايرمنت وبس تعمل لها اكتيفيشن بقلب الفيرتشوال اي ان في. اذا بتعمل بيب فيز حتنتبه انه حتى الفيرتشوال اي ان في ما نازله، لانك انت صرت كانك بكمبيوتر مختلف. يعني انت هلا لجاوبك، انت هلا نازله هي بالكمبيوتر تبعك، انت مفروض هلا اذا بتكتب فيرتشوال اي ام في انت بتروح على البروجكت اللي بدك اياه، بتكتب فيرتشوال اي ام في، بتكتب اسم الاي ام في اللي بدك اياها، انتر، بتنخلق الانفايرمنت تبعتك. انت وقت عملت بيب انستول ما خلقت انفايرمنت، انت نزلت الانفايرمنت مانجر. عرفت عرفت، بس كان بدي اقول لك كيف محيها وارجع انزلها، لان راح صار يروح الانترنت ويجي ما بعرف اذا نزلت كلياتها او شيء. طيب بيب ان انستول فيرتشوال اي ام في تكون محيتها. سلام. اوكي ملو. سؤال ثاني استاذ حسان، كيف في نزل السبيسيفيك فيرجن؟ اذا انت قلت لي ديجانجو قديم مثلا، انا عندي ابلكيشن معموله على قديم 100% ديجانجو قديم، تيجي بتقول له بيب انستول جانجو ايكوال ايكوال مثلا 2.3.1 وبتقول له انتر، بتلاقيها. انت بتيجي لهون على الجانجو فيرجنز بتشوفهم كلهم وبتشوف شو التشينج. اوكي مثلا هاي لايبرري ما ادري ديجانجو هي الطريقه، ما هاي لايبرري 100% 100%. شفتوا الاسكي فايل اللي شفناه هذا ما له مبين الا بالجانجو 3، يعني اول ما اندعم، يعني بالجانجو قبل ال3 ما كان مدعوم. انا اول شغل اشتغلت على الجانجو 1، يعني كان الجانجو ما له متطور مثل من هلا وعم يتطور بسرعه كتير كبيره ما تصدقوا قديش. فكمان بيهم كتير انه تعرفوا اي فيرجن عم تشتغلوا، لانه يمكن هيدي الفيرجن تخرب اشياء موجوده كانت هون. فوقت اللي بدنا نحكي ونقول انه انا عندي ما انا عم تشتغل، بدنا نتاكد انه عندي نفس الفيرجن اللي انا عم بعطيها. اوكي هلا بالبرزنتيشنز كله حيرجع ينذكر ان شاء الله، بس بيهمني انكم ترجعوا وتراجعوا. اوكي هلا خلينا نرجع للجانجو بروجكت تبعي، ما بقى معنا كتير وقت. شو كان عندي انا وقت اللي عملت مايجريت؟ اذا انتبهتوا في عندي شيء اسمه سيكول لايت. شو هي السيكول لايت؟ الداتابيز دوت سيكول لايت، هذه ابسط نوع داتابيز بتيجي باي ديفولت بالجانجو، نحن ما برمجناه ليقرا منها. اوكي اجت لحالها،
هدي بس فايل داتابيز، ما في داعي لتنزل software server يعني للماي سيكويل أو postgres سيكويل، ما في داعي تفتح docker image، ما في داعي لشي، خلاص هي موجودة. هلأ هي scalable يعني ايه صح serverless. هلأ هي scalable يعني بتقدر تشيل إذا عندك load كتير كبير والcomments كتير كبير، لا بس ك for the sake للي عم نتعلمه نحنا بتشيل معنا. اوكي ممكن بعدين بعلمكم كيف من هون بقلب السيتنجز نقدر بالداتابيزز اذا شايفين انا هون اقول اشتغل على السيكوال لايت، بقدر اشتغل على الماي سيكوال، بعطيه الكريدنشلز المضبوطين، بشتغل على حيلا داتابيز ان كانت عندي وان كانت اونلاين. ليش؟ لانه الداتابيز كمان بحد ذاتها هي سيرفر، هي منا HTTP سيرفر، يعني بتشتغل على بروتوكول تاني بس هي بالنهايه سيرفر. اوكي هسه في شيء منو مفهوم؟ حتى حسان بعتقد هذه الدي بي اسكيلاي بعتقد فتحت لما انت عملت مايجريت صح؟ ما كنت موجود؟ صح ما كنت موجود 100%. وقت اللي جربت انت تحكي مع الداتابيز هي شافت. شو شافت؟ شافت انه والله ما بعرف اذا هون فينا نفوت على الادمن. اوكي المهم انه في عندي اب اسمه فور اكزامبل الاوث، ما فيني فوت عليه من هون بالبايثون فيني. هات لها بس لورجيكم شيء بسيط. اوكي فهدي منه جانجو اب. اوكي هيدا اب بستعمله انا بشغلي كلوز انه عم اشتغل عليه بروجي. هيدا شو هو D3A API client. اوكي هيدا بايثون اب منو جانجو، هيدا بايثون اب كمان منو جانجو، هيدا بايثون اب منو جانجو. نحن في عنا بروجكت D3A web عاملينه جانجو، هيدا البروجكت اللي بشتغل عليه بشغلي. اوكي في عنا بالكونفيج سيتنجز هتلاقوا انه شوي متطور اكتر من هذا. اوكي شايفين هيدا الاب اذا بفوت عليه مفروض ياخذني ما بياخذني. اوكي بيجي لهون. مثلا عندي هيدا ابستراكت يوزر، هيدا جاي لحاله بجانجو، بيجي عنده مثلا يوزر نيم، بيجي هيدي هي الموديل اللي حنشوفها بعد شوي. اوكي وقت اللي بعمل مايجريت بتيجي بيكون في مايجريشنز موجودين، بتقلي انه انا في عندي تيبل اسمه يوزر، عنده اليوزر نيم، عنده الفيرست نيم، عنده لاست نيم، عنده الايميل. بيجي اطلع البايثون الجانجو ما لقى انه عندي الداتابيز مخلوقه، شو عمل؟ خلقها، عمل النيو تيبل، حط له كل البروبرتيز تبعوله، مثلا فيرست نيم حط له كونستنت ممنوع تكون اكثر من 30 قياسه، يعني ممنوع اسم فوق ال 31 فور اكزامبل. الايميل وقت اللي انا بقول له ايميل فيد، صار انت بالابلكيشن لاير تبعيتك بتتاكد انه وقت اللي عم تعمل نيو ايميل انه هو ايميل بدون ما انت الداتابيز، يعني الداتابيز ما خاصه بشيء، انت عم تشيك كل شيء من عندك انت. اوكي بتقول له هيدي بولين بالداتابيز كيف تترجم، انت ما مشكلتك بالمره، انت ما عم تحكي مع الداتابيز مباشره. فوقت اللي عملنا مايجريت كل شيء في عندي تشينجز منا مخلوقه بالداتابيز انخلقت الداتابيز كلها على بعضها. يعني لو هلا عم نشتغل على هلا بنعمل مايجريشن وبنشوف شو هي كيف عم تترجم هي ككويريز. شو هي المايجريشن؟ مثل ما قلت لكم المايجريشن بتنقل الداتابيز من ستيت لستيت او من ديزاين لديزاين، و it is also reversible. كيف reversible؟ يعني فيك ترجع رجوع. طيب شو رايكم او ما نستعجل عليكم؟ اوكي خلص بعدين نرجع نعمل النيو مايجريشن. تمام هلا كله شفناه، شفنا كيف بنخلق جانجو بروجكت. اوكي بيبقى علينا شغله انه بدنا نعمل نيو ابلكيشن. مثل ما قلت لكم الجانجو بروجكت اللي هو عندي هون، يلا ما بقتنا مطولين، الجانجو بروجكت اللي عندي هون هو بروجكت مثل هو غلاف وفيك تحط بقلبه كذا ابلكيشن. يعني اعتبره انا عندي شو عارفني مثل علي بابا، بصير بعمل هون بنفس البروجكت عندي ابلكيشن لليوزرز والاوثنتيكيشن، عندي ابلكيشن للشري، عندي ابلكيشن للدفع، عندي ابلكيشن لشيء تاني مختلف كليا.
بفصل الابس تبولي وكل اب من قلب الابس اللي انا بخلقهم هون شو فيني اعمل؟ بقدر شيلها من البروجكت وحطها بالبروجكت الاستاذ فادي عم يشتغل عليه مثلا. اوكي، فالبروجكت غير الاب، البروجكت هو تجميع ابلكيشنز، الاب هي سنجل اب مفروض تنعمل بالطريقه انه بتنشر بينعمل لها انجكت بحي الابلكيشن بحي البروجكت بديه. هذا يعني الريوز وهذا بوفر مصاري كثير، هذا هلا كل العالم مظبوط. هذه بتساعد الريوزابيليتي للمودلز تبعنا. اوكي، فانا هلا عندي بروجكت، شو بيبقى عندي؟ بدي اخلق نيو ابلكيشن. اوكي، الجانجو بروجكت تكون تجميع ابلكيشنز وكونفيجريشن سيتنجز مع بعضهم بيعملوا الويب ابلكيشن. انت هلا عندك ويب ابلكيشن بدون ما يكون عندك انه عندك ويب سيرفر وما عندك ويب اب لهلا. اوكي، الابلكيشن كثير مهم التيرمينولوجيز، اذا حد عم يعمل انترفيو او شيء او عم يتعاطى مع ديفلوبر تاني مفروض يميز بين البروجكت والابلكيشن وغيره، يعني بس نحكي انه في تيرمينولوجيز لازم نركز عليهم. فالجانجو ابلكيشن معموله تو بيرفورم بارتيكولر فانكشناليتي، يعني انا في برينسيبل بالبروجرامينج اسمه انه الكود تبعك او المودل تبعك او الفانكشن تبعتك it must do one thing and only one thing، يعني and do it well، يعني مفروض تعمل شغله وحده ما تخصها بالاشياء الباقيه وتعملها بطريقه منيحه، يعني بتحط كل تقلك بهيدي الميله من الكود تبعتك بتصير باب هيدي هي. اوكي، يعني فيني يكون عندي registration app لاعمل sign up وهيك، فيني يكون عندي polling app اللي هو تصويت وهيك اشياء. اوكي، فالجانجو ابلكيشنز تبولي مثل ما قلت فينا نعملها بلاج ان بالبروجكت سو يو كان ريوز ذم، حتى عالم تاني بتقدر. خلينا نخلق اول اب لنا، بيجي لهون. انا وين؟ انا بالفيرست بروجكت. اوكي، انا بالفيرست بروجكت، بيجي شو بقول له؟ بقول له بايثون مانج دوت بي واي ستارت اب، بسميها مثلا ماي فيرست اب او شو ما كان، انتر. نو مودل. انا عامل دي اكتيفيت للانفايرمنت، شايفين انا هلا مني بقلب الفيرتشوال انفايرمنت، فما منو نزل جانجو ما اعرف شو عم بعمل انا. انت حاط انفايرمنت اصلا نسيت. اي والله هات لنا ده بوت باك. اوكي اوكي، هلا مفروض لك ان يمشي الحال. الاس ما رجعت. هي كانت ورا شوي يمكن. اوكي هلا بعمل اكتيفيشن، برجع بفوت على الفيرست بروجكت، جت انا هون، برجع بقول له اخلق لي الفيرست ابلكيشن ومشي الحال. طيب هات لنشوف شو صار في عنا. هلا نيجي لهون، كان عندي الفيرست بروجكت وهلا عندي الفيرست ابلكيشن، صح؟ هلا انا غلطت بشغلي، كان لازم احطها بقلب الفيرست بروجكت، هذا كان لازم يكون هون. هلا يمكن يكون خرب الشيء تبع الامبورتس بس شو ما كان. اوكي، فالبروجكت اتفقنا بقلبه كذا ابلكيشن، هلا ما بيضر اني احطها برا على السايد بس انه للترتيب احلى انه الابس كلها تكون بقلب البروجكت فولدر. اوكي طيب، هلا هذا هو الاب اذا شايفينه من هون، من عندي المايجريشنز عند الانت الادمن الابس المودلز تيست فيوز. خلينا نشوف كل وحده شو بتعمل. اوكي، الانت دوت بي واي مثل ما اتفقنا هي بس لحتى البايثون يعرف انه هيدا مودول، يعني انا بيجي بقول فروم فيرست اب امبورت الفانكشن الفلانيه او امبورت المودول الفلاني. اوكي، الادمن دوت بي واي هون اذا بنخلق مودلز يلي هن داتا بيز سكيماز، حنشوف كيف بنخلقهم، بنخلقهم وبنحطهم بالادمن دوت بي واي، بيصير الادمن يلي هي الادمن بانل اللي شفناها من شوي تقدر تقرا هيدا التيبل تبعك بالداتا بيز. كله حنجربه. عندي الابس دوت بي واي، هون بقدر احط سيتنجز خصوصي لكل ابلكيشن عندي. عندي المودلز دوت بي واي، هون بحط الداتا مودلز او داتا بيز سكيما، حنشوف كيف بدنا نعملها بعدين. عندي التست دوت بي واي، هون بقدر احط تيست، وبس ملاحظه يعني انا ماني مضطر التزم بهالاشياء، انا بقدر اعمل نيو فولدر حط المودلز بقلبه سميهم مثلا ماي مودلز حسين مودلز، او احط كل المودلز خاصهم ببعضهم بنفس الفايل، بقدر العب بالتقسيمي مثل ما بدي، والفيوز بقدر احط فولدر للفيوز، التست بقدر احط فولدر للتست، منها هالقصه بالمره. هي بالنهايه انتم عم تشتغلوا على بايثون ابلكيشن، بس بهم تعرفوا تركبوا القطع بس.
بس هيك بيجي باي ديفولت بيجوا هيك التقسيم تبعت البايثون ابلكيشن اند الفيوز اتفقنا في الفانكشن يلي بتستلم الريكوست وبترد لي الريسبونس هون بنحطها بالفيوز يعني شفنا نحن اليو ال الز اوكي نحن شفنا اليو ال الز تبعت الفولد تبعت البروجكت هيديك بنقول له انه اذا فات على سلاش يوزر فت لي على الفيرست اب على الفيوز على الفانكشن اللي اسمها جيت يوزر بيصل الريكوست لهونيك وبيرد الريسبونس من هونيك اوكي المايجريشن فولدر قلت لكم هيدي بنحط المايجريشن تبول داتابيس اوكي هلا بدها كثير بريك وبدكم بهنيكم يعني عن جد قلت عليكم كثير لهلا فاذا في شيء لهلا خلوني عارف اذا بدكم test.py يعني خليني اقول لك بشكل يمكن اذا حدا ما بيعرف البروجرامينج بس الفانكشن تبعه ما ضروري تفوت بالتفصيل اوكي انا وقت اللي بخلق انا فانكشن حيلا فانكشن او حيلا كود او حيلا انا بعرف انه لازم يشتغل بطريقه معينه صح يعني انا وقت اللي بقول ديف سم وقت اللي بقول له انا لازم اجمع له رقم واحد ورقم اثنين لازم ابعث له اياهم ولازم هو يرد لي مثلا num1 plus num2 اوكي انا هذه فانكشن عاديه بيجي انا هي فانكشن كثير صغيره بس يمكن قدام يصير عندي فانكشنز اكبر وكل فانكشن تعتمد على فانكشن فوقت اللي بدي اعمل تشينج صغيره بالكود تبعي ممكن يخرب كل الاب يخرب الاوتبوت كله ففي شيء معترف فيه انه نحن لازم نكتب يونت تيست لكل شيء بنكتبه يعني في شيء اسمه تيست دريفن ديفلوبمنت انه انا بكتب تيست للفانكشنز تبعولي حتى قبل ما اكتب الفانكشنز كيف بدي اكتب تيست التيست هي فانكشن فعليا تيست للسم مثلا اوكي بيجي انا بقول له انه انا اعتبر عندي نمبر 1 هو 10 واعتبر عندي نمبر 2 هي 20 اوكي بيجي انا بقول له انه وقت اللي بدي اعيط assert هذه كمان كلمه بالبايثون وقت اللي بدي اعيط للفانكشن اللي اسمها sum وبعث لها نمبر 1 وبعث لها نمبر 2 لازم هيدي شو تعطيني هيدي شو لازم تعطيني الفكره هي كثير بيستعملوها بالاكزام باللابز تبع الاونلاين لابز هيدي اسمها يونت تيست بحط assertions ومثل ما شايفين فيني اعملها ككلاس وفيني اعملها كفانكشن عاديه بس هيك فوقت اللي بدي اعمل لان هلا في لايبريز كثير للتيست فيني استعمل لايبرري اليونت تيست العاديه اللي بتجي مع البايثون وفيني استعمل اشياء ثانيه بس لاشوف الكومنت تبع الباي تيست اوكي يمكن باي دوت تيست يمكن باي دوت تيست هيدي كتابه الباي تيست عفوا اوكي بايثون داش ام يونت تيست هات لنجرب انا ما بستعمل تبعيه البايثون العاديه بس لحتى اورجيكم شو بيصير هلا هون بس انا باي بعكس ما كتب تيست دوت باي هيك بتعمل لي يعني هات لشوف اذا لحالها بعتقد اذا بعمل امبورت اليونت تيست هلا بنجرب الشغله يونت تيست اوكي هات لعمل رن لهذا الفايل شوف اذا بيعمل رن لحاله بيفهمها بايثون هاي دوت بي واي اوكي لا منو هيك هات بس ثواني رن يونت تيست بايثون حتى مثل ما نكون شايفين في اشياء حتى انا بنسيف فعلى طول برجع لدوكيومنتيشنز او اشياء فوقت الواحد منكم بيتعلم شغله كمان منه غلط بيشاركنا فيها اوكي هون عم بيقول لي هون عاملينها مثلنا بس خليني اتاكد من شغلي اوكي بس خليني اتاكد اذا ممكن هلا ما حنضيع كثير وقت عليها بس اف بلكي ما بتقرا الا هيك انا حسان ما كان قصدي بس انه هو خلص هو التيست هو فاليديشن صح
فاليديشن رولز بس هيك سؤالي. اوكي 100% صح. هلا بنرجع نشوف بعدين كيف بنعمل، بس الفكره انه هي يعني انا بكون عامل فانكشن مفروض تشتغل بطريقه معينه، وانا كاتب لها تيست حطه بمحل تاني ليختبر هيدي الفانكشن اذا شغالة. وقت اللي انا بيجي بعدين بيجي بغير شغلي هون، التيست اللي عندي بده يفشل، ما حيضل شغال. فهيدي فكره اليونت تيست. اوكي وين كنا بعد؟ خلصنا يمكن عن التيست والفيوز والمايجريشنز. ايه كنا مخلصين كل شيء، بس باقي اسمع اسالكم. حتى شباب اذا سؤال بموضوع انه تحسين لهالمحاضره او في شيء فينا نحسنه كمان بيكون افضل، ما ضروري يكون سؤال بالتكنيك. اي اقتراحات عندكم يا ريت تقولوها هلا. بدنا تاسكات يا استاذ. تاسكات في تاسكات. هلا كنت عم بفكر اعمل هلا شغلي، اذا بدكم حتى كل واحد فيكم ينبش شوي لحاله بقدر اعطيه التشالنج، او بنقدر نعمله كلنا مع بعض هلا وبرجع بركي بنلاقي شيء ثاني. خلينا بس نربط ربطه اخيره لكل شيء تعلمناه بالجانجو سيرفر، شو رايكم؟ اوكي طيب هات لنا نضوي السيرفر تبعنا. أنا وين؟ أوكي ما حنتعلم شوي عن المايجريشنز اليوم، بكرة أو المرة الجاية. تمام خلينا نعتبر عندي الـ URL stuff. أنا شو هو path؟ يعني بحط له اللينك. أنا بدي أقول له إذا فتنا على اللينك اللي اسمه حسان. أوكي هات لنرجع نروح نعمل view. هون الـ views اللي هي من الـ function اللي بياخدوا request، مثلا حسان تيجي بتاخد request. اوكي return render لل بده يكون عندي هون templates folder. اتفقنا التمبلت شو هن ال HTML طابولي templates، وبقلب التمبلت بنحط folder باسم الاب، وبقلبه بعمل new file for example بنسميه index.html. اوكي هون بقدر احط basic. اوكي بالفيو شو بيجي بقول له بعمل اعمل لي render لل اول شيء request index.html. ماني متاكد اذا هيدي حتزبط لانه في نوع ثاني من الفيوز هلا بقول لكم عنه. اوكي بيجي بقول له انه اللي بيفوت على حسان مفروض لوين ياخذني؟ على الاندكس اللي هي موجوده بالفيرست اب فيرست بروجكت دوت فيرست اب. مفروض هو لحاله يلاقيها فيرست اب دوت فيوز دوت حسان امبورت للفانكشن اللي اسمها حسان. فاذا جينا على هذا الباث بياخذني على هيدي شو اسمه الفيو. هيدي هي الفيو شغلتها، بس تفتح لي الاندكس.html. هات لنجرب اذا كله شغال. اوكي الفيرست اب. اوكي في شغله ما انتبهنا لها انه انا وقت اللي عملت نيو ابلكيشن هسه البروجكت تبعي ما بيعرف انه في هالابلكيشن، فانا مضطر اجي على السيتنجز بالانستولد ابلكيشنز بدي اجي اقول له انه والله في اب اسمها فيرست اب. اوكي هيك صار بيقدر يقرا الابلكيشنز. هات لنجرب نعمل ريفرش وهون بالفيوز ريتيرن فيرست بروجكت، بس لا مفروض يقرا يا انا هيدي القصه. خلينا بس نتاكد شو المشكله. بركي لان عملت موف يا اساس كان على الروت فولدر وعملت له موف لجوا. صح هو كان لازم من قبل اخلقه. هات لنرجع نطلعه لبرا. اوكي الفيرست اب طلعه لهون، كان عامله من هون. اوكي تمام، بس هلا هون بيبقى عندي
هات خلينا نجرب اذا اشتغلت. اوكي ده هو السيرفر. هات نجرب نروح على سلاش حسان. template does not exist لاني كمان نقلته. اوكي فالتمبليت اللي حطيتها هون بتيجي على لهون. هات نحطها template. هلا كيف هو بيعرف وين التمبليتس موجودين؟ موجوده بالسيتنجز، فينا كان نغيرها من هنيك. اوكي هات لنشوف مش الحال ما مش الحال. خلينا بس نتاكد شو عملنا غلط بالفيوز. وين الفيوز اللي عندي؟ لاقيه. اوكي هلا هون يمكن ما حيلاقيها الا ما قال له settings. هلا فتنا مشكلة import. خلينا نتأكد first app بعتقد هيك ممكن تزبط. nope. اوكي سوري هلا بدي ارجع اشوف شو قصته حتى ما يكون وقتكم، بس مفروض انه هلا تفتح لي. هات لجرب افتحها بالباي تشارم. بيساعدنا بالانبوتس كثير. ما حدا يستغرب يا شباب عالم البرمجه هيك عوض بتضيع يوم كامل على شيء انت ما لك شيء صغير. انا صار لي شيء 3 سنين مني خالق نيو جانجو بروجكت، على طول بشتغل على اشياء والله دي معموله. فبكل الاحوال هات نشوف الفيوز. هلا انا كنت بدي اسال عن الاشياء الامبورتس، بحسها شوي معقده بالبايثون، في فروم وفي اوقات ببلش امبورت واوقات ببلش امبورت. صح فيك يا اما تعمل امبورت لفايل كامل يا اما لفانكشن من فايل. يعني وقت بحط فروم شو بيفرق وقت بكتب بس امبورت؟ يعني امبورت ما بيفرق شيء. فروم امبورت ما بتفرق شيء. لا ما بتفرق، بس لو وقت بتعمل امبورت لجانجو دوت شورت كاتس مثلا شو بيصير هون؟ انت ما جبت بس الريندر فانكشن، انت جبت كل شيء. ايوه كل شيء قلب هيدا الموديل. هذا غير مستحب يا استاذ حسن لانه هيك على السيستم تبعك. اوكي 100%. هلا فينا نحط راسنا هات لنشوف شغله بالدوكيومنتيشن تبعت الجانجو. المفروض يكونوا حاطين شغله البولز. اوكي خلينا نبدا اتش تي بي ريسبونس عادي هلا بلا التمبليت. اوكي من وين عاملين لها امبورت؟ اوكي هلا اذا عملنا ريلود هلا شو صرت عم ترد لي؟ عم ترد لي عفوا. عم ترد لي HTTP response عادي، ما انا عم تعمل لود لتمبليت ولا شيء. عم ترد لي HTTP response، فيني رد JSON response وفيني رد تمبليت. هلا بس هي فكرة الامبورت تعبيد التمبليت لأتأكد منها بالضبط كيف عم بتصير. وهي يمكن فرقت بالجانجو فيرجنز الجايين جديد. شو كنت عم تقول لي يا حاج؟ لا انا بس كنت حابب اللي بعاد شوي عن عالم البرمجه او البراتيك. البرمجه كثير سميك بكثير امور، اوقات بتعلق معك شغلات بتاخذ معك ايام بسيطه، هذا شيء طبيعي يعني. صح هو الحق علي هلا هون انا ماني محضر مزبوط بس لا ما في بس انه منيح ما في اي اشكال، بس نحن عم ناخذك على الطرقات طرق يعني عم نشعل الامور بس ما مشكله لانه انا حسين انت لما عم بتفوت على شغلات عم تبرم عليها انا كمان عم بتعلم منك كيف عم بتفوت عليها وهيك هالامور هيك يعني بالمراجعه ان شاء الله. ايه هلا هو قد ايه صار لنا بالمجال؟ يمكن استاذ حسن بيعرف بدال يمكن بدي اخلق نيو ديت اوبجكت ببايثون برجع فوت صرت مستعملها برجع فوت على جوجل يعني كيف بخلق جانجو بروجكت؟ يمكن بكره تنسى الكومنت ترجع بتفوت قد ايه صار لك بال ما له عيب هذا ما له عيب يا استاذ 100% هو لازم يحفظ لازم يفهم
اذا فهمنا المبدا بيجيبه من جوجل بيحطه انا مش كده. بالعكس هذا شيء صحيح. هلا انا حاليا يعني صار لي زمان كتير مني مش استعمل تمبليتس بقلب الجانجو اب او بروجكت. ليش؟ لانه وقت اللي بدنا نستعمل الجانجو كبيور باك اند انا برد من هون كيف عم نريد كنا اتش تي تي بي كنت عم رد جيسون مثلا، فهيك بنكون تعاملنا معه ك اي بي اي. وقت اللي بدنا نسيب هلا على الاشهر يا استاذ يمكن صحيح تعمل اي بي اي يكون في جافا سكريبت فريم ورك يحكي معه 100%. هلا ما بقى في انه نفس البروجكت ال HTML موجود والباك اند موجود، لا هلا صرنا بنرد من هون. هلا هي بعدها سبورتد يعني انك تعمل رندر لتمبليت، بس اذا اب كتير صغيره اوكي بنمرق لك اياها، بس وقت بدك تشتغل على سكيلبل ابلكيشنز يلي بدك تبعتهم على ديبلويمنت لا يفضل تقسم المايكرو سيرفيسز الفرونت اند لحاله والباك اند لحاله. ليش؟ حتى بعدين يعني انت بتعرف الباك اند بيجي بده ريسورسز غير، بده رامات يمكن اكثر من الفرونت اند صح، وبده سي بي يو بطريقه معينه، الداتابيس سيرفر كمان بده يمكن ينوصل على كذا وحده او هيك، فهذه الصوره بتفرق كتير بالاركيتكتشر تبعتك. فلحتى تريح راسك ما يصير الفرونت اند لود والباك اند لود بنفس السيرفر تفصلهم لبعضهم، وبيصير نفس الباك اند فيك تركبه على كذا فرونت اند. هي هذه القوه تبعتك. يعني انا بكون عامل باك اند، كل واحد منكم بيقدر يعمل فرونت اند ابلكيشن بس بيعرف الاي بي اي تبعي وبيشتغل نفس البروجكت تبعي الباك اند على كل الفرونت اند تبعكم. فكرمال هيك نحن بنفصل الفرونت اند عن الباك اند، وحتى صرنا بناخذها للاير اكثر. اذا منكم شيء اذا شايفين مثلا ب البروجيات تبعتي بالشغل كل شقفه من البروجكت تبعتنا المسؤوله عن شيء بنحطها لحالها. يعني اسا هذا اسمه مايكرو سيرفيسز اركيتكتشر. اكيد هذا شيء، هذا اكيد هذا شيء بروفيشنال يا استاذ، لانه هيك بدك تكون عم تعمل مينتنس بمحل والباقي لا لا تعطل عم تشتغل بمحل واحد، هذا بيساعد المينتنس واليوزابيلتي وكل الامور هذول. صحيح. يعني هذه عندي هذه هي قسم الفرونت اند عندنا وهدول باك اند. اوكي كل وحده شو مسؤوله بقدر لكم مثلا دي 3 انترفيس هذه اليوزابل فانكشنز وفاليديتورز وكذا بتنحط هون، هيدول اللي هون هي بنعمل لهم امبورت بكل هدول. كيف هيدي بتحكي مع هيدي بتحكي مع هيدي كمان متعلم كيف بعدين كيف في عندي ببلش وسبسكرايب ومسج بروكرز كمان. وقت الواحد بيصير بده يكبر الاب تبعته ويستعمل مايكرو سيرفيسز بيصير في اشياء بالكوميونيكيشن كمان بيناتهم بده يتعلمها. يعني مالتي لايرز ابلكيشن يعني 100% 100%. وكل وحده منهم يمكن تكون هوستد على شيء مختلف كلياً، وكل واحدة منهم لها ريسورسز خاصين. وممكن تشتغل أنت على واحدة وغيرك يشتغل على بروجكت تاني وغيرك على بروجكت تالت وكلهم موصولين مع بعض. بيبقى عنا الشغلة نحن تعلمنا كيف بنعمل يونت تيست من شوي اللي هي بتعمل تيست لفانكشن. في عنا شغلة بس وقت اللي بيكون في عندي كذا مايكرو سيرفيس كيف بدي أتأكد إنه كلهم مع بعضهم عم يحكوا مع بعضهم بطريقة مظبوطة، بيصير في شيء اسمه انتجريشن تيست. انتجريشن تيست وقت بخلي المايكرو سيرفيسز كلهم مع بعضهم يحكوا وبكون انا متوقع انه هذا الاوت كوم اللي بده يطلع لي وبدي اتاكد منه بس هيك. يعني في حتى التستنج في له كذا نوع، في يونت تيست في انتجريشن تيست في ريجريشن تيست وفي كثير اشياء. الله يا استاذ هذا كله بالسوفت وير انجينيرنج بياخذ الماده كله موجود، وهذا شيء تطبيق حلو ما كان لاقي تطبيقات له على هذا التطبيق. لأ يعني اذا فينا نعطي براكتكس عليها صحيح. هلا فينا ان احنا كنا ناخذ بس يعني بيور جانجو اللي وجدتكم اياه من اول، نفتح بروجكت نعمل ابلكيشنز نخلي الفيو تاخذني على التمبليت او على الريسبونس معين. هيدي شيء يمكن بسيط وما بده كتير فهم، بس يفضل احنا نتعلم اشياء كتير اوسع. يعني انا بدي اعتبر الدوره كويب ديفلوبمنت اكثر من جانجو ديفلوبمنت. استاذ حسن استاذ حسن لا نحن خلص الوقت، بس بدي منك شغله لو سمحت. نحن شو المفروض نعمل هل بعد هالمحاضره هيدي؟ اعطينا تاسك انه واحد مثلا يخلق سيرفر يعمل كذا كذا 3-4 ستيب اذا بدك بعدين على الجروب مش هلا، حتى نتاكد انه هذا اللي يكون في بالي نحن بالمحاضره. مش نيجي على المحاضرة اللي بعدها خلص احنا كل شيء لازم يكون يعني فيمينين ومظبوط. طيب شو بس اللي قال عنا استاذ حسن على رأيي كتير مهمة حتى نعرف شو المطلوب نفهمه عشان ما نضيع بالتشعبات ونقول خلص نحن انتقلنا المحاضرة اللي بعدها فيمينين. شو اللي قبلها
صحيح. أنا إذا بدي أنصح بركي هذه الشيء اللي ما زبطت معنا هلا التمبليت، شو رأيكم إنه الكل عنا ينزل virtual environment؟ هلا حابعتها على الجروب، الكل بده ينزل virtual environment، ينزل جانجو بقلبه، وبعد ما ينزل الجانجو يعمل new project، وبعد ما يعمل new project يعمل new application، وبالapplication بيزيد template جديدة، وبالtemplate بيوصل URL على view على template اللي هيدي اللي هلا ما زبطت معنا. في كل واحد منكم يقول ينبش يزبط يبرمه. أوكي. هذه مطلوبة منا الأسبوع الجاي. طيب بس بتمنى عليك أستاذ حسان بالجروب بس اكتب لنا حكي بتكست. عارف كيف؟ إنه التاسك هي 1 2 3 بس هيك بعد أمرك. مية. بتشكر الشباب كلهم. الله أستاذ يكتبهم إذا أهيال ويكتبهم بفايل PDF ويعملوا شير على الجروب. ما في إشكال بس مثل ما قلت لكم أنا حيكون كل شيء له علاقة بالميديا حيكون الأساس تبعه هو الجروب تبع التليجرام، وبعد شوي حابعت لكم الرابط تبعه. وكمان هلأ بالنسبة لأبلود تبع المحاضرة هذه التسجيل تبعه بتعرفوا انتو حسب الانترنت بطء يمكن بتاخد معي نهار كامل يعني، بس ان شاء الله بس عرضها ضري حالكم المصارة جاهزة وبعدكم الرابط. سيس فادي كمان عندنا سؤال بس بالنسبة لخارج عن الدورة يعني بالنسبة للي ما عنده كهرباء مثلا، هلا انا عم شارج اللابتوب من قبل بيوم لحتى فيني احضر او عم كون يعني هلا ليك انا معنا مشان هيك أستاذ حسن عم بعمل ريكورد مشان وقت لو معطوع الكهرباء لو عنده الانترنت بطيء كله فيه بكون حلينا هالمشكلة فيها، مش هناك حيكون على اليوتيوب موجودة بيراجع على ريح. أوكي يلا إذا كله تمام بدنا ننهي المحاضرة مفروض. شكرا لكم كلكم وشكرا لأساس حسين، الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيكم إن شاء الله. يلا إلى اللقاء.